في السابعه مساء غد منتخبنا هيلاعب موريتانيا على امل حسم التاهل لكاس الامم 2025. التعادل او الفوز هيخلونا نضمن خامس بطاقات التاهل بعد المغرب والجزائر وبوركينا فاسو والكاميرون، وبدون صلاح وبدون مصطفى محمد، بس بباقي الرجاله بكره نقول مبروك. قولوا يا رب. يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. بكره باذن الله منتخبنا الوطني يضمن بطاقه التاهل لكاس الامم الافريقيه عن كل استحقاق وجداره. 3 انتصارات في اول 3 مباريات، وبكره الرابعه قولوا امين ان شاء الله. الحاله حلوه، الحالة الفنية ممتازة، الحالة المعنوية رائعة، كل الأمور ماشية بشكل رائع جدا. صحيح مستنيين بكرة فوز أو تعادل علشان نضمن الصعود إلى كأس الأمم 2025 في المغرب، بس احنا بنواجه منتخب هو الأقوى بعدينا في هذه المجموعة بعدينا، بس على أرضه ووسط جمهوره الأمور تقرب جدا، وبالتالي مش عايزين نحتفل بدري، نركز. وخد بالك خلص بدري بدري. يعني ايه خلص بدري بدري؟ بكره ننهي تصفيات كاس الامم، فاضل لنا مباراتين بعديها، المباراتين اللي بعديهم دول بقى ايه؟ نجرب فيهم لعيبه جديده، نشوف لعيبه ممكن نستفيد منها بعد كده. كابتن حسام حسن يتعامل معاهم بقى انها مباريات وديه، يجرب بقى لعيبه زي ما هو عايز، يجرب طرق لعب، عشان عندنا كمان تصفيات كاس العالم. ففوز بكره هيريح دماغنا كلنا، هيريحنا جميعا. دي اهميه المباراه، مش ان احنا قلقانين نصعد ولا لا، احنا هنصعد. لو مش بكره هيبقى في اي مباراه من اللي جايين. بس نخلص. نخلص. صلاح مش موجود، مصطفى محمد مش موجود، دونجا مش موجود، الباقي موجود وكلهم رائعين وممتازين. نعمل مباراه محترمه، صحيح على نجيل صناعي، بس بإذن الله الأمور تبقى ماشية بشكل رائع جدا. النهاردة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية الجولة الرابعة، منتخب الكاميروني فاز على المنتخب الكيني 1-0 وضمن الصعود إلى كأس الأمم. منتخب الجامبي فاز 1-0 على مدغشقر، ومنتخب زيمبابوي فاز 3-1 على نيبيبيا، وليبيريا خسرت أمام غينيا الاستوائية 2-1، والجزائر فازت على توجو 1-0، و موزمبيق فازت 3-0 على اسواتيني. دي نتائج اليوم في تصفيات كاس الامم الافريقيه. اما دوري الامم الاوروبيه فالمانيا فازت على هولندا 1-0، فرنسا فازت على بلجيكا في مباراه مثيره وقويه جدا 2-1، واوكرانيا وتشيك تعادلا ايجابيا 1-1. نرجع تاني لكاس الامم الافريقيه والمتاهلون بشكل رسمي الان: بوركينا فاسو والكاميرون والجزائر والمغرب، وإن شاء الله ينضم لهم بكرة المنتخب المصري بإذن الله. دي حكاية. قبل ما أسيب تصفيات كأس الأمم الأفريقية، في امبارح حكاية غريبة جدا حصلت ما بين المنتخب النيجيري والمنتخب الليبي. خلينا أشرح لك الحكاية من أولها لآخرها، من أولها لآخرها. منذ عدة أيام المنتخب النيجيري استقبل المنتخب الليبي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية. المباراة دي خلصت بفوز المنتخب النيجيري 1-0 في الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الدقائق الأخيرة يعني. المنتخب الليبي تعامل في نيجيريا بطريقة سيئة جدا. نزل في مطار يبعد عن المطار اللي كان المفروض ينزله، اللي كان قريب من فندق الإقامة بحوالي 200 كيلومتر، 200,000 كيلومتر او 200 كيلومتر، مش عارف ليه بقى دايما معلش خلاص يا جماعه الشباب في جوه بيعدلوا لي، انا عندي مشكله في الارقام معلش. 200 كيلومتر. بعد كده جابوا لهم باصات صغيره، اتوبيسات صغيره كده، ميكروباصات يعني من الاخر، تنقلهم للفندق وتنقلهم للملعب، وقعدوهم في المطار كتير جدا،
وقعدوا يفتشوهم، بهدلوا المنتخب الليبي، بهدلوهم يعني قبل المباراة. وبطريقة المعاملة بالمثل المنتخب الليبي او عمل ازود يعني ايه، زود شويتين ثلاثه، انت عملت لي كده طب خد بقى عندك. نفس القصه، مطار بعيد نزل المنتخب النيجيري بقى لما سافر ليبيا، مطار بعيد عن بني غازي. معلش والله اصل الموظف بتاع الجوازات مش موجود، استنوه شويه لحد ما يجي عشان يبص على الجوازات، اقعدوا شويه هنا ريحوا، هننقلكم في عربيات صغيره برضو. بص نفس الحكايه نفس الحكايه. هتقول لي مين اللي طلع خسران في الحكايتين دول؟ الاول اقول لك الاتحاد الافريقي قال لك انه هيفتح تحقيق في شكوى المنتخب النيجيري ضد المنتخب الليبي في المجلس التاديبي للكاف. ده ليه؟ عشان نيجيريا على طول اشتكت، ليبيا ما اشتكتش، او المنتخب الليبي ما اشتكاش، قال لك انا هبقى اردها لهم وخلاص. بس المنتخب النيجيري انصح، قال لك لا انا هشتكي للكاف. اشتكى للكاف، والكاف اكيد هينزل عقوبات على المنتخب الليبي. المنتخب النيجيري انسحب او بعد عن المباراه او ما لعبش المباراه ورجع لبلاده مره اخرى. مين بقى الخسران الاكبر في القصه دي؟ في رايي المتواضع هو المنتخب الليبي. قول لي ليه؟ اولا لان المنتخب النيجيري اشتكى المنتخب الليبي، وبالتالي المنتخب الليبي هيحصل عليه عقوبات. مع الطرف الليبي ما عملش كده مع المنتخب النيجيري لما سافروا نيجيريا، ما حافظش على حقه. ده واحد. اتنين، منتخب النيجيري عنده كثير من اللاعبين المحترفين في اوروبا، اللاعبين الكبار في اوروبا، وعملوا دوشه على حساباتهم الرسميه على السوشيال ميديا، فالصحف والمواقع العالميه خدت، فطلع المنتخب الليبي او التنظيم الليبي قدام العالم كله سيء. هم عملوا دعايه سيئه للمنتخب الليبي في كل مكان في العالم. فانا في رايي كان على المنتخب الليبي أو الجانب الليبي أن يتعامل مع ما حدث في نيجيريا بشكل قوي جدا، أفضل من أنه يتعامل بالمثل في ليبيا. قوي جدا اللي هو يشكو بقى المنتخب النيجيري، يطالب بحقوقه، يطالب بإلغاء نتيجة المباراة، يطالب بتأجيلها وقتها، يطالب بأي حاجة، يعمل ياخد أكشن. لكن اللي حصل في رأيي ما كانش موفق من المنتخب الليبي، حتى لو بالمنطق النظري ما انت زي ما عملت فيها عملت فيك، بس انت خسرت في الاخر وما عملتش الدعايه اللي عملها المنتخب النيجيري نفسه. طيب معايا عبر الهاتف المعلق الليبي الكبير، واحد من افضل المعلقين العرب يمكن على مر التاريخ، الكابتن الكبير كابتن حازم الكديجي. يا فندم مشرفني ومنورني على التلفزيون المصري برنامج رقم 10، سعداء جدا بتواجدك معانا. حبيبي حبيبي يا كابتن كريم، كابتن كريم رمزي، انت من الاسماء المتالقه واللامعه، وانت عندما تظهر وتتلألأ من سماء مستير وتلفزيون مصر صاحب الرياده، هذا شيء عظيم، وهذا كان لي شرف كبير ان اكون داخل هذه المؤسسه قبل 13 او 14 سنه عندما علقت ايضا مباراه مصر والجزائر في استاد القاهره، فكان لي شرف عظيم. فبعتبر مسبير وهذه مدرسه الاعلام العربي اللي علمت الكثير من الاعلاميين العرب في كل يا فندم. دايما دايما نتشرف بيك، وبصراحه كده من الاخر يعني قبل ما اسالك على ما حدث في حكايه ليبيا ونيجيريا، اقول لك ان انت وحشنا جدا، وحشنا صوتك، وحشنا صوتك يا رب يخليك، يا رب يخليك، وحشنا صوتك في كره القدم المصريه وتعليقك على المنتخب والانديه المصريه. مصر بيوم الدنيا حبيبتي، رب يحفظها قياده وشعبا، ورب يحميها، ونهنيكم ايضا بمناسبه انتصارات اكتوبر، دائما يحفظ شعب مصر وجيشها العظيم ان شاء الله قيادتها يا رب. اشكرك كابتن حازم. طيب رايك ايه فيما حدث في الساعات الاخيره ما بين الجانب الليبي او المنتخب الليبي والجانب النيجيري او المنتخب النيجيري؟ انت ربما تتطرقت للتفاصيل القصه وحكاياتها من بدايتها، وانا اتفق معك لحد كبير لما ذكرته. نعم انت عارف الوضعيه اللي قيمت فيها المباراه في نيجيريا في المره الاولى، والحاله اللي شرحتها حضرتك وتفضلت بها للمشاهدين،
نعم تعرض المنتخب الليبي لأسوأ معاملة سيئة جدا، لكن الغلط اللي كان للمنتخب الليبي الذي لم تكن له مساندة من اتحاد الاتحاد كاتحاد ليبي للأسف الشديد، الفريق الإداري وعدم وجود طاقم إعلامي لأخذ وتقديم الشكوى وعمل منها بلبلة في حينها. لكن الوضع بعد ما فيز المباراة، وانت الزمن بين المباراتين قصير جدا 4 أيام، فكان أيضا الشارع الليبي انعكاسات لما حدث لمنتخبنا في نيجيريا انعكاساتها في الشارع كانت كبيرة جدا والدنيا سخنة يعني، فالوضع كان صعب جدا. فردة الفعل ما كانتش مطلوبة. أنا عبر صفحتي في الفيسبوك قلت مفروض نستقبل المنتخب النيجيري أحسن استقبال، أحسن لمن أساء إليه. لماذا؟ لأن منتخب نيجيريا مدجج بالنجوم يلعبوا في كبرى الدوريات الألمانية، لوكمان في أتلانتا وهداف باير ليفركوزن، واحد ثاني هداف ليستر وفولهام، أسماء كبيرة، وأوسمين قاعد ما جاش ولكن يساند فيهم، قوة مدجج عبر التواصل الاجتماعي الانستغرام عندهم الملايين من المتابعين، هججوا عليك العالم او سخن عليك العالم كله، فاستغلوا هذا الوضع بشكل كبير. نعم الخطا وقع في الاتحاد الليبي اللي ترك الامور على الغالب وقاعد مهتم بالجمعيه العموميه في طرابلس ومش مهتم بما يحدث في المنتخب الليبي من هذا الوضع، فالعمليه انا حذرت منها وهذا ما قلته، لا مزايدات في الوطنيه، لابد أن نعلم جيدا نحن نواجه فريق مدجج بأسماء ثقيلة إعلاميا، هم يوصلوا هذا الموضوع ويشكلوا ضغوطات حتى على الكاف وعلى الاتحاد الأفريقي. الكل يقول يظهر أحد أعضاء اتحاد الكرة أو العاملين بتاع الكرة يقول لك لا الكاف مش هيفرض علينا عقوبة، لا ما تنيمش الموضوع، نيجيريا مولع الدنيا عليك، العالم كله مولع علينا الدنيا للأسف الشديد، وانت شفت البيان اللي اظهره الاتحاد الافريقي في اشاره واضحه ان هناك عقوبه ستاتي علينا طبعا. هذا واضح، انا مش مع التصرف هذا انكره، لان كره القدم هي الشعوب تعارف لمدة ان نكون نيجيريا نعم افريقيا وشهدنا فيها مساوي كثيره في انتقالات الانديه او المنتخبات، ولكن انت ما تجدش الشيء الأسوأ أو تعمل السمعة الأسوأ لانعكاسها على البلد يكون أسوأ. صحيح. أنا بقول ربما بعض الليبيين يختلفوا معاي يقولوا لي ليش تقول الكلام هذا، لكن الحقيقة لابد نقولها، التصرف كان خطأ، لأن الحقيقة لا توجد إدارة احترافية في كرة القدم الليبية. وكل تركها، ما فيش حتى وزارتنا وزارة الرياضة تاركة الحابل على الغالب، يعني تاركة الأمور سداح مداح. الامور بطبيعه الحال انت اشرت وقلت عليها، الخاسر الاول والاخير هو كره القدم الليبيه ومنتخب الليبي. هذا انا اتفق معك فيها. صحيح. اللي بيزعل لكن هذه حقيقه، لا مزايدات في الوطنيه، لابد ان نحترف، لان نحن عندما نواجه فريق بهذا لو كسبناه من حيث الاستقبال احسننا لمن اساء الينا، سيكون ردة فعل جميلة على بلادي بشكل أفضل وأحسن، هذا ما كنت أتمنى. ولكن كما قلت ليبيا تقودها مجموعة سيئة في كرة القدم في الاتحاد، وأنت تعرف مشاكل اتحاد الكرة والكوارث التي تحدث في كرة القدم الليبية هي أضرت بسمعة الكرة الليبية وأضرت بالأندية. الشناني هو الذي حطم كرة القدم الليبية لتشبثه وتمسكه وفساده في كرة القدم الليبية. هذه هي النتيجة، وهذه هي الآخر الختام يكون بهذه الطريقة للأسف الشديد. وإذا أحد أعضاء اتحاد الكرة يقول لك لا مش هنتعرض للعقاب، أنت شايف العالم هايج عليك، الصحف العالم، نيجيريا 170 مليون نسمة هايجين عليك، العالم كله بنجومها عندهم الملايين في حسابات التواصل الاجتماعي، والوضع سيء جدا للأسف الشديد. نتمنى أن يكون الاتحاد الأفريقي رحيما معنا إن شاء الله. إن شاء الله. طيب عايز استغل فرصة وجودك معايا، وعارف انك تتابع كرة القدم المصرية دائما وابدا بشكل دائم، يعني السوبر المصري خلاص على الابواب، مباريات قوية جدا بين الاهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك وبيراميدز، شايف البطولة دي ازاي؟ وشايف من وجهة نظرك مين المرشح الاقرب للفوز بيها؟ البطولة بالطبع مش سهلة على كل الاندية، مع احترامي للاندية كلها، يعني انا شايفها هي تجمع حلو جميل، وخاصة في الإمارات، وستكون الجالية المصرية والعربية حاضرة وبقوة لسمعة وقيمة الكرة المصرية على المستوى العربي، حكم عراقتها وتاريخها
وكل شيء شعبيتها الكبيره في الوطن العربي. شاهدنا منذ ايام في ملعب المملكه ارينا في السعوديه السوبر او الكلاسيكو العظيم السوبر الافريقي بين الاهلي والزمالك، العالم كله كان محط انظار العالم كله. انا شايف طبعا هناك سيراميكا، هناك بيراميدز مع الزمالك والاهلي، اكيد منافسة ستكون قوية جدا. البعض يسأل هل يفعل سيراميكا المفاجأة أمام الأهلي؟ كرة القدم ورد فيها كل شيء، ولكن الأهلي صعب أن يفقد هذه البطولة وهذه الأمور عندما يكون الكبير والأسد جريح. انتفاضته ستكون صعبة جدا. أرى أن السوبر المصري متجه إلى لمن عشق البطولات والألقاب، النادي الأهلي، مع احترامي أيضا لبيراميدز ومع احترامي للزمالك، لأن الزمالك سيكون في محك صعب جدا أمام بيراميدز. من الصعب أن يجتاز بيراميدز، أقولها بكل أمانة، لكن أنا أتمنى أن يكون النهائي بين الأهلي والزمالك، لأن المكسب لنا جميعا أن نرى نهائي يتكرر في أقل من شهر في سوبر مصري سوبر أفريقي. كابتن حازم، الاهلي من الصعب ان يخسر بطولتين في شهر واحد، لان في التاريخ الاهلي ما خسرش بطولتين في شهر واحد اكثر من 113 سنه من التاريخ، او فالامر صعب يعني. كابتن حازم، خلال متابعتك لكره القدم المصريه ومشاركه الفرق المصريه في البطولات الافريقيه، ايه المباراه اللي انت كان بقى وانت بتتفرج عليها تقول ايه انا كنت عايز اعلق على المباراه دي، او هدف معين كان نفسك تعلق عليه؟ اي حاجه للاهلي. اي حاجه للاهلي. طب ايه تحديدا للاهلي؟ طبعا الاهلي ده حكايه لوسام ابو علي، احد المكاتب الكبيره، وكنت اتمنى اعلق على اهدافه. انت في فتره زمنيه قصيره سجل اهداف كثيره يعني. كنت اتمنى اعلق عليها. كابتن الكبير، كابتن حازم الكتيجي، معلق الرياضي الليبي الكبير، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه كالعاده. كان وحشنا وسمعنا صوت واحد من المعلقين العرب الكبار يعني. طيب دي حكايه. نروح لاخبارنا. مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي. ماشي بخطى ثابته على وضع التشكيل الاساسي للنادي الاهلي، وكان من الأسماء اللي مفروض تبقى موجودة في التشكيلة الأساسية أشرف داري. أيوة، أشرف داري كان هيبقى أساسي في المباراة الأولى للنادي الأهلي على الأقل في السوبر المصري، أشرف داري ورامي ربيعة. بس أشرف داري تعرض لإصابة، تعرض أشرف داري لإصابة مع النادي الأهلي. هقول لكم دلوقتي كل التفاصيل الخاصة بهذه الإصابة. إصابة أشرف داري كانت من الإصابات اللي هي ممكن نقول عليها إجهاد عضلي، مش حاجة كبيرة يعني، إجهاد عضلي ومعاها كدمة في الكاحل، بس ده عمل قلق للجهاز الفني للنادي الأهلي، عمل لهم قلق وقالوا إنه اللاعب هيعمل كشف طبي غدا إن شاء الله واختبار طبي، وبعدها هيحسم مارسيل كولر والجهاز الطبي مشاركة اللاعب في كأس السوبر من عدمها. دي حكاية. طيب، علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، واحد من الأسماء الكبيرة التاريخية للنادي الأهلي، نزل النهاردة ملعب المباراة بالستارز وبدأ يشتغل كورة، وبدأ يشتغل في آخر مرحلة للتأهيل بعد الجراحه اللي عملها في وتر اكيلس. دكتور احمد جاب الله طبيب النادي الاهلي قال ان معلول بدا من اليوم الاثنين المرحله الاخيره من التاهيل وفق البرنامج المحدد ليه، وقال ان معلول عمل تدريبات جري والحاله جيده والحاله ماشيه بشكل كويس. ده علي معلول، ربنا يا رب يشفيه. تصوري واحساسي وتوقعي ان علي معلول هيستمر في النادي الاهلي بعيد عن كل التصريحات اللي حصلت يعني. طيب، الزمالك كان طلب تأجيل مباراته أمام بيراميدز، المباراة الأولى في السوبر المصري، لمدة ساعة. هي المباراة تقام بتوقيت القاهرة الساعة 4:05. الزمالك طلب تأجيلها لمدة ساعة، ساعة واحدة. طيب، الجانب الإماراتي أو اللجنة المنظمة رفضت هذا الأمر، رفضت هذا الأمر، والزمالك هيلعب
في الموعد المحدد مسبقا بشكل طبيعي جدا. الزمالك كان شايف انه حراره الجو ممكن تعمل له مشكله في المباراه، ولكن الامور تسويقيه وتنظيميه كان في صعوبه ان المباراه يتم تاجيلها ولو لمده ساعه حتى. دي حكايه. حكايه اخرى، دونجا لاعب الزمالك، وده القول الفصل في هذا الامر، سيكون خارج قائمة الزمالك في مباريات السوبر المصري. يا عم انت مش قلت لنا امبارح انه في محاولات؟ صعب. خلاص بقى الموضوع صعب. تأكد ان دونجا عنده مزق في العضلة الخلفية. مزق في العضلة الخلفية، ومن الصعوبة، مش من الصعوبة، من المستحيلات انه يلحق بمباريات السوبر المصري الا لو تحامل على نفسه او يعني لعب وهو مصاب. ما اعتقدش ان الجهاز الفني للزمالك هيعمل كده، ولا اللاعب هيتحمل ده. فدونجا خساره كبيره جدا 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 للزمالك في السوبر المصري، خاصه انه اللي هيلعب في المركز ده مكان دونجا اسماء ما بتشاركش كتير، سواء زياد بقى او محمد شحاته، يعني في المركز ده تحديدا مركز رقم 6. فالامور هتبقى صعبه جدا بالنسبه لدونجا. مصطفى الزناري كمان وضعه صعب جدا انه يلحق بالمباراه، وعمر جابر عنده إصابة خفيفة والأمور بالنسبة له هتبقى بسيطة، يعني هيقدر يلحق مباريات السوبر المصري. ده بالنسبة لإصابات نادي الزمالك. الزمالك خاطب محامي تشيمبونج خلال الساعات اللي فاتت، وطلب منه مهلة أسبوع عشان يتم تحويل المبلغ المتبقي من مستحقات اللاعب، والزمالك بيجهز فعلا مبلغ 240 ألف دولار هيقوم ارسالهم للحساب البنكي الخاص باللاعب خلال الساعات اللي جايه. الفلوس جت منين؟ جت من مكافاه الكونفدراليه اللي الكاف بعتها لنادي الزمالك. الزمالك هيبعت بيها الفلوس بتاعت تشيمبونج، دفع بيها الزمالك بالفعل مكافئات اللاعبين بعد الفوز بكاس السوبر الافريقي. وانا قلت لكم الخبر ده امبارح انه الزمالك هيسدد مكافئات اللاعبين قبل السفر الى الامارات وقبل المشاركه في السوبر المصري. طيب النهارده أو قبل الخبر ده، قبل الخبر ده عشان هجيلكم على فيديو لذيذ كده في الآخر، بس هقول لكم خبر مهم آخر. محدش وقف كتير عند الحكاية بتاعت إمام عاشور. تعرفين القصة بتاعت إمام عاشور والقضية والخناقة والمشكلة اللي حصلت. مهم يعني باختصار عشان ما كررش الكلام والحكاية اللي انتوا عارفينها كلكم. اتحدد جلسة يوم 19 أكتوبر للنطق بالحكم في الحكاية دي في إمام عاشور، سواء بقى بحبس، براءة، غرامة، مع يعني بأي قرار. 19 ده قبل يوم واحد من مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري. فأنا حبيت أعرف هو أصلا إمام عاشور هيبقى ليه حق يسافر ولا لأ؟ طب لو إمام عاشور مثلا خد حكم بحبس يوم 19 هينفع يسافر ولا لأ؟ وهيكون سافر أصلا. الوضع إيه؟ فكلمت المحامي الخاص بإمام عاشور في القضية دي أستاذ محمد عثمان، وقال لي التالي. هذا الحديث على لسان الأستاذ محمد عثمان محامي إمام عاشور في هذه القضية، قضية المول الشهيرة بقضية المول يعني. قال لي مبدئيا هو أستاذ محمد عثمان مقتنع ببراءة اللاعب. قال لي بس مش هقدر اتكلم في الجزئيه دي عشان كده هبقى مأثر على قرار المحكمه، فالمحكمه تتخذ ما تراه. انا في الاول والاخر بقول توقعاتي يعني طبقا للاسانيد اللي حطيتها يعني في هذه القضيه. قال لي ان دي اسمها جنحه. الجنحه ممكن امام عاشور يعمل توكيل للمحامي والمحامي هو اللي يحضر الجلسه، يعني امام عاشور مش لازم يحضر الجلسه. قال لي انا مقتنع بالبراءه، ورغم كده لو ارتأت المحكمة حبس اللاعب مثلا او الحكم عليه بالحبس او اي حاجة فهيبقى فيه استئناف، يعني مش اللاعب هيتاخد ويتحبس، هيبقى لسه فيه استئناف في درجة اخرى من التقاضي. اذا فالنطق بالحكم يوم 19 اكتوبر في قضية امام عاشور الشهيرة بقضية المول لن تمنع امام عاشور من السفر مع النادي الاهلي الى الامارات واللعب في كأس السوبر المصري. دي الحكاية. معايا عبر الهاتف الآن المحترم الإعلامي المحترم دكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا.
اشكرك يعني شكرا جزيلا زميلي العزيز اللي بعتز بيه وبصداقته دايما، الزميل والاعلامي القدير كريم رمزي. طبعا بكون دايما سعيد بوجودي معاك، ودايما متالق ودايما من نجاح لنجاح ان شاء الله. يا رب يخليك، يا رب يخليك يا دكتور ايهاب. انا سؤال اول يخص طبعا منتخبنا الوطني والمشاركه غدا ان شاء الله امام المنتخب الموريتاني باذن الله، مباراه نقول بعدها مبروك صعود منتخبنا لكاس الامم الافريقيه، متفائل؟ والله انا متفائل على الرغم من صعوبه المباراه. منتخب موريتانيا زي ما شفناه في ملعبنا منتخب منظم جدا، مش من النهارده لكن من بطوله كاس الامم الافريقيه الاخيره لما تغلب على منتخب الجزائر ووصل للدور التالي. فهو منتخب لا بيتطور وتطور كويس جدا، تقدم مستمر سواء كان هو او جزر القمر او خلافه. لا في عدد من المنتخبات الافريقيه ماشيه بطريقه ما شاء الله يعني فيها تقدم كبير جدا، لكن عندي امل كبير جدا في الكابتن حسام حسن، عندي امل في كل لاعبي المنتخب القومي. زي ما حصلنا على 9 نقاط في 3 مباريات ان شاء الله باذن الله نحقق العلامه الكامله ونقول مبروك بكره بصعودنا لكاس الامم الافريقيه. وزي ما قال كابتن حسام مش مبتغاه، الصعود لكاس الامم الافريقيه ده امر ان شاء الله باذن الله في المتناول، لكن كل هدفنا ان شاء الله المنافسه فيما بعد على كاس الامم الافريقيه حتى وان اقيمت في المغرب زي ما قال كابتن حسام حسن. وانا اعتقادي ان الجيل الحالي بعد التوليفه اللي موجوده مع كابتن حسام ان شاء الله عندي تفوق كبير جدا وعندي امل كبير جدا في منتخبنا خلال الفتره القادمه ان شاء الله. ان شاء الله كابتن حسام حسن كان خد قرار باعفاء محمد صلاح ومصطفى محمد من المباراه، مباراه الغد ان شاء الله، وكثير من الجدل بعدها كالعاده، يعني رايك ايه في الموقف ده؟ والله انا عجبني جدا كابتن حسام قبل الموضوع ده كمان وقبل ما طلب الكابتن محمد صلاح باعفائه من المباراه، لما قال ان منتخب مصر يعني الحمد لله بيضم كتيبه من النجوم، وعمر المنتخب يعني مش عاوز اقول انا ما بقللش طبعا وجود محمد صلاح، وجود مصطفى محمد ده كيان كبير جدا واضافه كبيره جدا لمنتخبنا ورمانه ميزان في منتخبنا. اما بلاقي محمد صلاح موجود بيبقى فيه طمانينه في قلوب كل المصريين، لكن ان شاء الله باذن الله كل اللي موجودين سواء كان مرموش تريزيجيه زيزو بدايه من الشناوي بخط الدفاع بخط المنتصف، لا انا عندي ثقه كبيره جدا في لعبتها. كابتن حسام قال ولو اي حد تاني كان شايف ان هو مش قادر في المباراه القادمه انا كان يعني كان قرار اللي انا ممكن اديله اعفاء ايضا من المباراه. انا بس عاوز اقول كابتن حسام حسن ربما شايف زي ما انت عارف كابتن محمد صلاح لعب قبل كده على النجيل الصناعي لما كنا محتاجينه في مباراه ليبيا في تصفيات كاس العالم، لكن احنا وصلنا نقطه 9، ربما ان شاء الله باذن الله يعني الفوز يكون في متناولنا كمان بكره، فده اللي خلى كابتن محمد صلاح يطلب راحته من المباراه. محمد صلاح عمره ما تاخر عن منتخب مصر في اي فتره من الفترات، عمره ما طلب اعفائه من اي مباراه قبل كده، فعشان كده طبعا كابتن محمد صلاح يعني كان استجابه لكابتن حسام حسن لمطلبه. مصطفى محمد حس باجهاد في العضله الاماميه، وده كان الناس قالت ازاي انا في التمرين الرئيسي ليله المباراه يوم الخميس حسيت بمحمد، حتى سالت قال لك هو في يعني سنه اجهاد في العضله وكان بيتمرن لوحده قبل ما ينزل في التمرين الجماعي. الناس ما شافتش ده في التمرين الجماعي او التمرين الرئيسي لمنتخبنا، فكان قرار كابتن حسام برضه براحته عشان ما يحصلش اي حاجه وتتفاقم اصابه الكابتن مصطفى محمد، وان شاء الله اللي موجودين باذن الله يسعدوا الجماهير المصريه. عظيم. هل هتحسموا قريبا ملف رئيس لجنه الحكام يا فندم؟ هل حسمتوا اسم بعينه ولا لسه؟ والله لا احنا حاسمين الملف حاليا للكابتن محمد فاروق، هو من يدير لجنه الحكام المصريه، معاه طاقم بيعاونه سواء كابتن ابراهيم نور الدين او الدكتور عزب حجاج، موجود كابتن حمد القاضي، ممكن يطلب اضافات لان انت عارف يا كريم ان فتره الانتخابات خلاص انت بتتكلم في اقل من شهرين ويعين او ينتخب مجلس جديد لاداره الاتحاد المصري لكره القدم، فانت تسيب الحريه للمجلس القادم في اتخاذ قراره في تعيين لجنه الحكام. طيب دكتور ايهاب، يعني انا فهمت منك كده انه مش هيتم تعيين رئيس لجنه حكام اجنبي خلال هذه الفتره او مع هذا المجلس لحين انتخاب مجلس اخر. ايا كان سواء مصر او اجنبي، انا موجود الكابتن محمد فاروق والراجل ماشي بامتياز والراجل يعني لا تغيير في لجنه الحكام الفتره دي. لا اللجنه كما هي وهي اللي هتدير المسابقه للموسم القادم ان شاء الله. هي اللي هتدير المسابقه للموسم الجاي. عظيم. بمناسبه المجلس الجديد، هل حسمت قرارك بنزول انتخابات اتحاد الكره القادم ولا لا؟ والله انت لسه عندك فتره لغايه يعني 10 من الشهر القادم من نوفمبر ان شاء الله، في الفتره دي ان شاء الله اكون حسمت امري
مع المشهوره، مع الواحد برضه بيشوف شغله والحاجات دي كلها، وان شاء الله باذن الله يكون قررنا خلال يعني فتره وشيكه اللي جايه ان شاء الله باذن الله. ودعواتك عظيم. هل ملف العقوبات والملفات المحاله الى لجنه الانضباط هتاجلوها برضو للمجلس القادم، ولا هيكون فيها قرارات خلال الايام اللي جايه اثناء المجلس الحالي؟ وانا بتكلم لا تحديدا، احنا قلنا انا اعلنتها قبل كده، لن نبدا الموسم الجديد تمام في بطوله الدوري بدون يعني الاخذ في الاعتبار الانتهاء من كافه الملفات، ومنها ملفات المحيله منها الانضباط. فده ان شاء الله باذن الله يعني هيكون قبل بدايه الموسم الجديد، قبل بدايه الدوره هيعلن يكون الانضباط خد القرارات وارسلها لمجلس الاداره، ومن ثم مجلس الاداره على طول هيطبق القرارات اللي اتخذتها لجنه الانضباط برئاسه الاستاذ محمد شيرين، وان شاء الله باذن الله ده هيكون قبل بدايه الموسم مباشره. ممكن اسال سؤال معلش، وانا عارف انك راجل قد ايه مثقف ورائع جدا اعلاميا وكمان اداريا، ماذا لو تم اتخاذ قرارات او عقوبات تحديدا في وقائع مباراه الزمالك والمصري، وقائع جوزيه جوميز تحديدا، وقائع مباريات بيراميدز والاهلي، لو اتخذت قرار بايقاف او عقوبات كبيره على لاعبين او مدربين تطبق مع بدايه الموسم الجديد؟ ما خلاص ما فيش مباريات تانية الا بعد السوبر المصري الا مباريات الموسم الجديد. مش ممكن الانديه دي او اللاعبين دول او المدربين دول يطعنوا انه العقوبات في موسم جديد وانه الخطا كان في موسم قديم، ويقول لك ما عاقبتنيش ليه في الموسم القديم؟ لا لا، اصل العقوبه مش بمضي المده ولا بالتقادم، لا ده شيء مرتبط بحاله انضباطيه في الملاعب، وانت موجود في نفس الفريق وموجود حتى لو انت رحت فريق ثاني. فما تقرر لجنه الانضباط حتى وان تاخر وجيب مع بدايه موسم جديد وهو من الموسم الماضي يطبق على اللاعبين، ما فيهاش اي طعن خالص اطلاق. انت ممكن تتظلم لو عليك عقوبه شايف ان هي فيها تجاوز او ان هي يعني اكبر مما كنت تتوقع، من حقك ان انت تروح لجنه التظلمات اللي العقوبات هتطبق ما فيهاش اي طعن اطلاقا. ليه بنتاخر يا دكتور ايهاب؟ مش ليه بنتاخر، يعني في بعض الامور بتحتاج يعني الى القاضي بالذات زي ما انت عارف ما بيحكمش الا من خلال اوراق، والا من خلال شهاده، والا من خلال مثولك قدام، وممكن انت فتره من فترات ما بقاش متاح ان انت يعني تكون موجود قدام لجنه الانضباط للسفريه بره، مرتبط مع منتخب، مرتبط مثلا مع ناديك في مكان معين، وبالتالي بتاجل لفتره ثانيه. لكن اللي انا عاوز اكده لك ان يعني لجنه الانضباط من يوم ما جت اخذت الكثير من القرارات. عندنا كمان زي ما بقول لحضرتك لجنه الانضباط بتضم مقامات قضائيه على اعلى مستوى، ويثق فيها الجميع بكافه الهيئات القضائيه. فان شاء الله باذن الله انا متاكد ان اللي موجود قدامهم هينجز خلال الفتره الحاليه عشان نبدا الموسم الجديد زي ما قلت لك بدون اي شوائب من المواسم المنقضه. دكتور ايهاب الكومي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وكل هذه المعلومات المهمه. طيب معايا عبر الهاتف الان ايضا واحد من اللاعبين الكبار اللي مروا على كره القدم المصريه، والان مدرب رائع جدا، الكابتن الكبير كابتن هاني العجيزي، مدرب فريق 2005 بنادي السموحه. مشرف ومنور يا كابتن هاني. حبيبي جيمو، وحشني، عامل ايه؟ وحشني جدا، اخبارك ايه؟ طمني عليك. ربنا يخليك، والله الحمد لله بخير، امورك كويسه. هو ايه اللي حصل كابتن هاني في مباراه سموحه والزمالك؟ لا والله مباراه عاديه طبعا، وتعادلنا، المباراه انتهت 1-1 1-1 1-1، وبعد كده رجعنا ضربات الترجيح، لعبنا طبعا حوالي 27 ضربه او 28 ضربه 27 في الاول. طبعا المباراه طبعا يعني طولت بشكل غريب، وطبعا المباراه كانت بدأت الساعه 4، فطبعا الملعب اللي كنا بنلعب عليه المباراه ما كانش فيه اضاءه، وبالتالي طبعا يعني خلاص المغرب بدأ يأذن واحنا موجودين في الملعب، وما كانش يعني ما كانش فيه رؤيه بالنسبه للحارس الحراس وبالنسبه للعيبه. طبعا كلمنا الحكم كذا مره ان خلاص يعني اللعيبه مش شايفه الجول، والحارس مش شايف الكوره، فبالتالي انهى المباراه. وبعد ما دخلنا الغرفه الملابس كان جاله تليفون تقريبا، هو كلم حد في اتحاد الكوره وقال له لا، حاول انت تكمل المباراه باي شكل، لو في ملعب جنبك او في اي مكان فيه اضاءه ممكن تكمل المباراه فيه، لان طبعا نادي الزمالك كان جاي من سفر وكان هيبقى صعب ان هو يرجع القاهره تاني ويرجع يحجز فندق تاني، مخاريف كبيره طبعا عليهم.
وبالتالي كان لازم المباراه يطلع يكون لها فايز يعني. صحيح. الحمد لله نادي سموحه يعني انت عارف يا كريم ان هو غني بالملاعب وغني بالموارد اللي موجوده، وكان في ملعب بالفعل جنبنا كان الاضاءه فيه كويسه. فالحكم قرر ان هو يكمل المباراه في الملعب الاخر، وبالفعل رحنا الملعب الثاني. وبرضه الموضوع طول يعني، عارف اللي هو ايه، حاجه غريبه انا اول مره اشوفها في حياتي الصراحه، ان كميه ضربات الترجيح دي تتم في مباراه واحده. طبعا وصلنا لحد 37 ضربه ل 36 ضربه، وفي الاخر ربنا كرمنا الحمد لله وكسبنا المباراه يعني. الحمد لله. كابتن انا عايز استغل وجودك معايا واسالك عن السوبر المصري، توقعاتك ليه؟ معلش يا كريم صوت بيقطع، معلش. بقول لك توقعاتك للسوبر المصري ان شاء الله. والله يعني طبعا السوبر المصري دلوقتي يعني اربع فرق، ف يعني انت عارف المباريات الاقصائيه دي يا كريم بتبقى صعبه شويه على الفرق، بالتالي ملهاش كبير يعني، انت حالتك في المباراه دي بتبقى عامله ازاي؟ شايف طبعا النادي الاهلي عنده دوافع كبيره ان هو طبعا خسران السوبر الافريقي قدام نادي الزمالك، فبالتالي اكيد مركزين بشكل كبير جدا ان هم لازم اللقب ده ما يخرجش عن النادي الاهلي. وطبعا في فرق قويه طبعا، نادي الزمالك طبعا خارج من مباراه السوبر وكسبان بطوله كبيره، وبالتالي يعني عايز ان هو يحقق بطوله ثانيه برضه على حساب النادي الاهلي، لكن هو عنده مباراه صعبه طبعا قدام بيراميدز. تقريبا ده يعني نهايه مبكر. النادي الاهلي برضه مش عايز اقلل من نادي سيراميكا، نادي سيراميكا عامل سكواد هايل السنه دي ومدعم بشكل كبير، لعيبه مميزه جدا، فاعتقد ان الماتشين هيبقوا ماتشين نهائيين من بدايتهم يعني. طبعا يعني ما بنقدرش ان احنا نتجحن بصراحه مين اللي ياخد البطوله، لكن الاقرب والاقرب للموضوع طبعا النادي الاهلي، لان انت عارف النادي الاهلي يعني في الماتشات الكبيره اللي زي دي بيبقى ليه شخصيته بتبان في الماتشات دي يعني. صحيح. كابتن الكبير كابتن هاني العجيزي مدرب فريق 2005 بنادي السموحه نجم النادي الاهلي الاسبق، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. النهارده الزمالك بيحقق اول فوز النهارده امام زد بثلاثه اهداف دون رد في الجوله الثانيه في دوري كره القدم النسائيه. ده الفوز الاول في تاريخ النادي بعد خسارته في الجوله الاولى امام طبعا النادي الاهلي في افتتاحيه الدوري الممتاز. مش دي الحكايه، مش دي القصه، او دي قصه برضه في حد ذاتها يعني، الزمالك بيحقق اول فوز فوز تاريخي يعني. النهارده كان في لقطه لحارسة المرمى في نادي الزمالك، لقطة غريبة شويتين تلاتة أربعة. بص معايا، الحارسة كانت ماسكة المايك، ماسكة الكورة، وهي ماسكة المايك، ماسكة الكورة، بعد كده سابتها طلعت بره. لا وإيه، بكل هدوء بكل هدوء وثبات خدت الكورة ورايحة ترفعها. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ده ولا في الأحلام. هي كده، هي بتقول كده، يا سلام يا سلام ولا في الأحلام. بص عشان أبقى أمين معاك، أنا شفت لقطات زي دي لحراس مرمى رجال في العالم، نوادر طبعا، حاجات نادره جدا يعني. فانا برضو ضد فكره ان ايه عشان بنت ايه الحقيقه ما بقت ما تلعبش كوره. لا مش كده يا جماعه، عادي بتحصل. وعلى فكره الحارسه دي من الحراس اللي بيقولوا عليها كويسه يعني، ما شفناهاش كتير بس بيقولوا كويسه. بس اللقطه طبعا غريب غريب. لا وبص، بكل هدوء رايحه تجيب الكوره وتلعبها عادي جدا. ماشي ماشي، لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل. هيشرفني وينورني أسطورة كرة القدم المصرية الكابتن الكبير كابتن فاروق جعفر. خليكم معنا. بصوا، هو دايما ضيف غالي عزيز يعني، كل الجماهير المصرية تحبه، بحبه عشان هو واحد من اهم اساطير كره القدم المصريه. بحبه انا على المستوى الشخصي جدا لاسباب كثيره جدا، بس على المستوى المهني سواء كلاعب كبير اسطوري او مدرب اسطوري او محلل رائع، كل شيء
كل شيء عند الكابتن الكبير كابتن فاروق جعفر. دايما بتشرف ان هو موجود معايا في رقم 10. كابتن فاروق منور الدنيا. ربنا يحفظك. ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ كله حلو. الدنيا جميله وصحه كويسه الحمد لله. يا رب دايما. مبسوط بالكره في مصر؟ متفائل؟ طيب انا متفائل. متفائل يعني انا متفائل. هتكلم بقى بصفتي لعيب ومدرب ومحلل عظيم، واشتغلت مثلا مدير فني لاتحاد الكره، مرنت المنتخب، الحاجات دي كلها. اسعد وقت بتمر بيه الرياضه في تاريخها هو الوقت اللي احنا فيه. فاحنا لازم نساعد الناس ان احنا نفضل ماشيين وطالعين. هي. يعني مش كل كاس عالم انت عايز هتاخده او هتخش توصل كاس عالم، في دول تانيه عندها طموحات زيك. صحيح. فلازم انت برضك مش بتدي فرصه، لا لو جالك ما فيش نصيب خلاص انت تجهز نفسك للفتره اللي جايه. مظبوط. ان انت تقف على رجلك بشكل مثل في الطموح وفي البلد كل حاجه. احنا كنا زمان كريم مرينا في حياتنا واحنا لعيبه كوره واسامي كبيره، يعني بتكلم على حسن شحات او الخطيب ومصطفى عبده ومصطفى يونس اكرامي، لعيبه كتير يعني لعيبه موجوده كتير، يعني لو انا نسيت اسمه ولا حاجه ما حدش يزعل مني. كنت عشان تسافر سفريه مثلا هروح نلعب في ليجوس، تنزل في كينيا او اثيوبيا، تقعد في المطار 7-8 ساعات 10 ساعات لغايه ما الطياره اللي جايه من اوروبا تاخدك توديك في رحله طويله ثانيه لليجوس. عايز تسافر جنوب افريقيا، المهم الحاجات دي كلها كان بتهمدك، بتطير منك يوم ما نمتش فيه ويوم ما اتدربتش فيه، ودولت في المعدل الذهني والبدني ياثروا على مستوى الاداء. دلوقتي طياره خاصه تبقى واصل هناك وخلصت. دلوقتي طياره خاصه ممكن تاخد حد من صحابك، ممكن يعني وتاخد طباخ وتاخد تفاصيل أكلك وكل حاجه. تصور بقى احنا الحاجات دي احنا ما شفناش وما شفناش مثلا. كان عندنا وزراء محترمين كان بيقابلونا في المطار، لكن هي دي الحدود بتاعت المطار. لكن دلوقتي فرصة لكل اللعيبة ان انت بتاخد طباخ النادي او طباخ المنتخب والاكل اللي انت عايزه واللحمة اللي انت عايزها وبتاخد دعم الدولة بالكامل كمان. كل الدولة بقى وبعدين الدولة بتقوم موجهة كل ده لحتة ان هي تدعم ليك وهي في ظهرك وهي سندك. صحيح. الحاجات دي احنا كنا خارجين من حرب 73 وانت بتلعب بطولة افريقية في مصر ومعرفتش تاخدها. يعني 74 كانت البطوله الافريقيه في مصر ما عرفناش ناخدها، طلعنا الثالث. ليه ما عرفناش ناخدها؟ ان احنا ما عندناش الرؤيه المستقبليه لاي حاجه، يعني لازم يبقى في بلان معمول ان انت تشتغل للمستقبل. دلوقتي يا دوبك بقى يعني نرتقي المستوى ان انت تفكر ان المستقبل شكله عامل ازاي. بدأنا نفكر الأولاد الأجبال دولت هيعملوا إيه. بدأنا نعمل مشروعات، حتى لو في البداية المشروعات ما بتنجحش أنت لازم تفضل شغال فيها لغاية ما تنجح وتوصل. ما تبقاش أنت واخد الموضوع أن أنت هتنجح من أول سنة. صح. أو من تاني سنة. أنت بتكلم مثلا في 20-30 ألف ولد صغير عايزين يتأهلوا يبقى لعيبة في أندية ولعيبة في المنتخب. مظبوط. فأنت لازم تأهله أن هو عايز زي اللعيب الكبير. الكلام بقى زي اللي احنا كنا بنقول زمان لازم يشقى ولازم مش عارف ايه ويجيبها من التراب ويجيب الكلام. لا الكلام ده ما ينفعش. دلوقتي الكره دلوقتي كله بيسفر ولاده ويروحوا بره. اول يعني انا ما كنا في لايبزيج اول ما رحنا المانيا كان بيعلمونا ازاي نتعامل مع الولاد الصغيرين. الولاد الصغيرين دول هم اللي بيقول لك انت عايز صبر اتعلم مع الولد الصغير ان ده هيضايقك شويه مش نفس. صح. الفكر مش نفس المستوى. صح. الولد متوتر انت غريب عليه ما بتتكلمش نفس اللغه بتاعته وبتتكلمش نفس اللغه فهو بيعلمك الصبر مش انت اللي بتعلمه الصبر. صح. حلو. يعني وتفيد المدرب جدا طبعا وتفتح لك بقى الخط ان انت تبتدي تشتغل. عظيم. فانا شايف ان احنا عايشين عصر كويس في الرياضه. لكن احنا عايزين برضك دايما يقول لك المزيد. عايزين المزيد. الرياضه هي دلوقتي بقى شعار كل الشعوب. انت كل بلد بتلعب دلوقتي العالم بتاعها موجود يعني طبعا. الصوره يعني بتاعتك كلاعب وكمحترف وكاسم كبير هتلاقي في المدرج العالم بتاع بلدك. دي بتبقى لقطه عظيمه كده. طيب انت يعني بتبقى لقطه عظيمه. فاحنا مش بنفكر في الحاجات دي. احنا لو بنفكر في الحاجات دي هتلاقي الدنيا يعني ما انت كل حاجه. لو بتكلم مثلا على ان مثلا البلد فيها الناحيه الاقتصاديه غلو شويه ما كل العالم فيه غلو. ولا الواحد لازم يبقى منطقي ومش رغي. ودي حقيقه لازم تقول البلد فيها مشكله مش احنا. ما في بلاد جنبينا وكانوا في فترات احسن مننا وغنى مش لاقيين ياكلوا.
يعني انت شايف الظروف دلوقتي. فانا شايف ان احنا لازم نستثمر ده في الفتره دي يعني. طيب احنا على ابواب انتخابات اتحاد الكره المصري وانا هفضفض معاك يا كابتن فاروق. كم يوم اللي فاتوا دول سمعنا تصريحات كتيره من اسماء كانت اصحاب مراكز مهمه في اتحاد الكره، ناس كتيره يعني بدون ذكر حتى اسماء، بس لما تسمعهم تتخض. هو ازاي اصلا الكره المصريه كانت تدار بالشكل ده، وازاي الناس دي كانت مسؤوله في الكوره، ويبدا بقى الناس يجي لهم تخوف. هو مين اللي هيجي في اتحاد الكره اللي جاي؟ ما هو اللي هيجي في اتحاد الكره اللي جاي ده غالبا هيبقى زي اللي فات. طب احنا هنتقدم ازاي لو الاداره بتبقى كده في كره القدم في مصر؟ ايه اللي المفروض يحصل الفتره اللي جايه؟ محتاجين نشوف ايه يا كابتن فاروق عشان نشوف صوره جيده لكره القدم المصريه. طيب خلينا اتكلم معاك ان انا دخلت انتخابات مجلس اداره نادي الزمالك، وكان داخل معانا كابتن، داخل امامي كابتن حسين لبيب. دلوقتي انت دايما بتتكلم على الفلوس، على الفلوس، ما بتتكلمش على المهنه، ما بتتكلمش على اللعبه، ما بتتكلمش على التقدم في اللعبه، انت رايح فينا. انت بتتكلم انا معايا ناس، مجموعه رجال اعمال، كل ده كويس، وكابتن حسين حد محترم وكل ما فيش مشاكل، لكن اما بتخش الدوله في موضوع زي ده، هو اللي بيقول لك اعمل مجموعه من رجال الاعمال. انت ما لعبتش كوره عشان تقول رجال الاعمال، رجال الاعمال معاهم فلوس، لكن انت معاك فلوس وعايز تعمل مشروع، بس مش عارف تختار المشروع، ولو اخترت المشروع ممكن تختار مشروع مش ناجح. هنا تبقى مشكله. طب مين هيعالج ده؟ مين يعني مين اللي هيعالج؟ ان كنت انا جايبك تبقى مسؤول عن المكان ده وانت عملت حاجه غلط، طب مين هيحاسبك؟ وانا اللي جايبك، انا المسؤول عنك. صحيح. فدي مشاكل. فانا يعني مش عايز اخوك كده، لكن يعني اتمنى لو انا بحب البلد دي. ويعني وانا علاقتي يعني بمعظم الناس علاقتي كويسه، وعلاقتي يعني فيها احترام جامد جدا. صحيح. وانا اصلا من يعني حتى لو حد زعل مني، حد مش عارف ايه، انا بحب رئيس الجمهوريه، بحب السيسي. يعني مع احترامي لاي حاجه، الراجل ده شيئي وجه في توقيته وفي ظروف صعبه جدا، واقف على رجله وموقف البلد على رجله. يعني الناس تقول لي مش عايز اقول نقول له شكرا ولا حاجه، عنده المزيد لسه ان شاء الله، لكن نقول له يعني احنا معاك، احنا واقفين في ظهرك طبعا، احنا انت الرئيس يعني طبعا. يعني خلي بالك اللي حصل ده ما حصلش مع اي حد قبليه. يعني ظروف يعني. فانا عايز احنا انت عايز ان الرياضه كمان يحصل فيها يعني الرئيس دايما بفكره انه التوجيهات ان احنا نطور كل شيء. طبعا طبعا. فانت كمان نفسك انه الرياضه وتحديدا كره القدم تشوف التطور ده. احنا زي ما حضرتك قلت خدنا خطوات الحمد لله كتير، بس المهم ان المسؤولين بقى يبقوا فاهمين ده، المسؤولين عن الكوره في مصر يبقوا فاهمين ده، خلي بالك توجه دوله عشان احنا نطور. طب انا اقول ايه بقى؟ اما الدوله تبقى معايا وتساعدنا اقول الحمد لله. صح. خلاص يبقى الحكومه هنا او المسؤول او المسؤولين عن الرياضه او المسؤولين عن البلد. صح. بيوجهونا دلوقتي او بيساندونا ان احنا نقدر نعمل مشروعات وننجح منها. صح. انا عايز اتكلم على الدكتور اشرف. دكتور اشرف صبحي. انا يمكن يعني هو اخويا وحبيبي، وانا بقعد بتكلم معاه هو بيقعد يسمعني. لكن هو عنده مشكله، يعني مثلا في انديه بتبقى عندها ظروف، وهو المفروض هو بيساند كل الانديه. صح. وبيتعامل مع كل الانديه. اولا يقول ان اشرف زملكاوي، هو لو كان زملكاوي لا هو عمره ما هيبقى مع الزمالك على نادي تاني. ان هو ابن النادي وتربى في نادي، لكن في النهايه انت ما بتخش بطوله على مستوى القاري على مستوى العالمي، انت في النهايه مصر. فهو بيبقى اسعد واحد، وهو نجاحه لما بيعمل كده، نجاحه مش في الدوري العام، مش في الدوري الداخلي، لا نجاحه ان انت تروح الاولمبياد تعمل حاجه كويسه، تروح كاس العالم تعمل نتائج كويسه، توصل كاس العالم عدد المرات تبقى كويسه. فانت بشكل كويس هتلاقي نفسك انت في تطوير. انا اللي شايفه الفتره اللي جايه للكوره، الكوره عايزه او الاتحاد الكوره عايز وجوه جديده. وجوه جديده. لما خلينا ما نضحكش مع بعض. يعني انا اشتغلت مدير فني لاتحاد الكوره، و جيت غضبت منهم، مش غضبت، زعلت منهم. لقيت وبعدين
نفسي يكون اتحاد الكوره كل اللي موجودين فيه يكونوا مارسوا الكوره كلهم الا الشؤون القانونيه والماليه. وان كان فيهم حد من بتوع الكوره عنده الشؤون الماليه وعنده الشؤون القانونيه يبقى موجود في مجلس اداره. هل كل بتوع الكوره في مصر يعني اللعب كوره لهم قدرات اداريه؟ يعني مثلا الكابتن فاروق ممكن يبقى لاعب كوره واسم كبير بس عنده قدرات اداريه، هل كل اللاعب كوره يقدر يدير؟ لا صح كده؟ لا لا كلامك مظبوط. اللي لعب كوره هو يبقى فني اكتر. وانت عندك منتخب الناشئين والشباب والاولمبي والاول. يعني عايز اربع لعيب الكوره. اربع لعيب الكوره. عندك مشاكل قانونيه يبقى واحد في المجلس قانوني، عندك مشاكل ماليه يبقى واحد في المجلس مالي. المجلس مهم جدا ان المتحدث الرسمي للمجلس ما يكونش من جوه المجلس. يعني المتحدث الرسمي ده واحد شغلته دي وظيفته انه بيعرف يتكلم مع الاعلام ويعرف يجاوب على الاسئله ويوصل لك المعلومه. صحيح. لكن مش هيخش مع حد هيتكلم على مثل بنتكلم مثلا في مجال غير الكوره ويوم هو يتكلم وعايز يفرض الفكر ده على مجلس اداره. طب انت يعني مع احترامي وكل الناس يعني اخواتي وحبايبي وكان في اساتذتي هل حد في مجلس اداره باستثناء حازم وكابتن محمد بركات وبركات لعب كوره؟ لا. طب انت لو عندك مشكله في الكوره او عايز تتكلم مع المدير الفني للمنتخب الاول اللي هو مشي، طب ايه السبب المباشر اللي خرجك من البطوله؟ لما المجلس يجيبه يقول له كده. ولي تقريرك الفني ونناقشك فيه، مين اللي هيناقشه فيه؟ مين اللي هيناقشه فيه؟ مين اللي هيتكلم فيه؟ صحيح. دي مشكله. هل انت مدي المدير الفني لاتحاد الكوره الصلاحيات ان هو يقعد مع المدربين؟ اكيد المشرفين على المنتخبات مش هيرضوا. ان هو بياخد المدرب بالفرقه باللبس بعمل الغرف الملابس بكل حاجه بتوع بالدكاتره كلهم. صح. بياخدهم ويبعد بيهم عن الناس. صحيح. ويبعد بيهم عن الاتحاد. صحيح. كابتن فاروق عايز اسالك سؤال بشكل واضح جدا وانت عشت بقى الكلام ده، هل العمل في اتحاد الكوره عمل تطوعي ولا مش تطوعي؟ انت عارف انا مشيت من اتحاد الكوره ازاي؟ ازاي؟ انا بيقولوا بعرف احلل يعني. طبعا يعني طبعا يعني كابتن فاروق جعفر. كنا عندنا مباراه مع فريق افريقي في الشباب وكان حد بحبه جدا كان هو اللي بيدرب، فما ما وصلناش فقعدت مع المجلس ثاني يوم كان عندي حاجتين عايز اعملهم، الغي اعمار سنيه اللي هي سنه 94، ان 94 كان احنا بنلعب دوري عام 94 للشباب 94 واحسن لعيبه في العالم مواليد 94. طب انا وهو بيلعب في الناشئين اللي في مصر هنا، لا ده لازم تتلغي ونخلي الاولاد يلحقوا يروحوا انديه ثانيه يلعبوا عشان كل واحد يطلع اللي عنده. صح. ونقدر نقيم اللعيب. صح. دي حاجه. الحاجه الثانيه انا كنت بشتغل في التلفزيون المصري، فتاني يوم قعدوا معايا وقالوا لي يا التلفزيون يا الاتحاد. والله زي ما بتكلم. وانت كنت بتشتغل تطوعي ولا مقابل اجر؟ فين هناك؟ في الاتحاد الكوره. كنت بقبض. بتقبض عادي؟ كنت بقبض. ماشي. فهم قالوا لك يا التلفزيون هنا عشان عشان بتاخد مرتب. عشان مش والقضيه انا حتى لو قال لي هتشتغل من غير فلوس ما في عنديش أكيد مشكله. فاهم. اكيد فاهم. واكيد الرقم ما كانش حاجه عظيمه وضخمه. لهم ما حدش مشكله. فاهم. بس انا المشكله ان انا الراجل انا اللي بقى اللي شقيت لي البلد دي وعملت تاريخي واسم عمري ما حد ساندني ولا حد وقف في ظهري ولا حد، انا قاعد بقاتل عشان اقف على رجلي ان انا مثلا عايش في اسره مش واو يعني ما عندهاش كل حاجه، فانا بقيت انا عايز ابقى الاب والاخ والصديق يعني اقوم بالبيت. فبدات اشتغل. لما اشتغلت في الكوره كان ليا اهداف، اهدافي ان انا اتعلم كويس، اخواتي يتعلموا، اخواتي يتجوزوا، ده تفكيري. ابويا ما يتعبش، امي عيانه كده يعني، ده حياتي يعني. لما جيت قعدت مع الاستاذ جمال علام، الاستاذ جمال علام انسان محترم والمجموعه كلها محترمين، لكن الاداره زي ما انت اتكلمت مش معنى عاطفه وحنيه وروحي وقلبي وانت مش عارف ايه. الاداره بتتحاسب على الايجابي والسلبي فيها.
والإدارة دي هي اللي بتخلي المشاريع أو أي فكر يمشي. فأنا حد جه قال لي يا التلفزيون يا وجودك. أنا حسيت بقى دي أكبر خنجر في حياتي. أكبر خنجر في حياتك. ما حدش أنا بالورقة والقلم يعني لو عديت اللعيبة مع احترامي بقى لأن بيقولوا الأجندة الدولية لكن اللي لعب دولي يعني أنا لعبت دولي كنت كابتن منتخب أفريقيا يعني المهم يعني كنت ببقى مبسوط إن مصر في كل حاجة وإن أنا مثلا أنا كان كباتن بتوعي كابتن شحت الإسكندراني كابتن هاني مصطفى الله يرحمه حسن علي ربنا يديله الصحة كنا إحنا عبد الرحيم خليل الله يرحمه كانوا دولت موجودين إحنا في منتخب أفريقيا في مرتين في البرازيل وفي المكسيك بس كبير قوي كابتن فاروق تقولي ده أكبر خنجر في حياتي على فكرة أول مرة أسمع منك القصة دي اللي أكتر حاجة أثرت فيك في حياتك طبعا إن هم خيروك الخيار ده طبعا حسيتها حاجة صعبة جدا ما ينفعش تتقال لفاروق جعفر ما أنا إيه اللي جابني المكان ده إن أنا فاروق جعفر طب أنت حافظ عليا يعني أنت حافظ عليا أنا ما بطلع أقول أتكلم في التلفزيون أو أتكلم عن المنتخب أو أتكلم عن الأندية وأنا راجل صادق في كلامي ما بقول ده لعيب كويس دي رؤيتي يعني انا احساسي ان ده رؤيتي وبعدين انا مش لعيب كوره انا راجل متعلم كويس سافرت خدت دراسات مين اللي قالك كده ساعتها يا كابتن فاروق مين يعني مين اللي قالك كده اتصور هيطلع واحد صديقك يعني في الاخر صديق وقال لي بقى واحنا على السلم وانا طالع للتعب وانا طالع فقال لك فاروق اتنين هم بيهزروا معايا فقال لي احنا باخدنا قرار لا كمل في التلفزيون لا كمل معانا فروحت انا قايل له دي اهانه دي ما انت تقول لي كده دي اهانه ما اخشش الاتحاد ده احنا من الناس اوائل الناس او يعني نعتبر اول جيل السبعينات اللي كنا موجودين الناس حتى الناس الافارقه عارفيننا انت بتهين واحد انت بتهين ابن بلدك لما تعمل كده انت بتهني لما تقول لي اتخير دي ولا دي ولا هو قال لك ايه بقى ساعتها لما قلت له كده؟ ما قاليش حاجه. وانا اللي قلت في الاعلام ان انا مجلس اداره الاتحاد النهارده خد قرار ان انا ما ابقاش المدير الفني للاتحاد. رغم ان انا كنت مدير فني لشمال افريقيا كلها. يعني بتتكلم على المغرب، على تونس، على الجزائر، على ليبيا ومصر، انا المدير الفني بتاعهم. مين اللي وقف مع كابتن فاروق جعفر وقال له يا دي يا دي؟ انا عندي اثنين ما هو واحد مين الاثنين لا عادي انا عارف انت ما بتفكرش كتير هتقول لا مين الاثنين لا لا يعني في اخر الحلقه والله انا تعرف ما بحبش اضغط عليك بس يعني لا لا, لا. منهم لعيبه كره لا ما كانش منهم لعيبه كره يقدر يقول لك كده ما كانش منهم لعيبه لا 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 احنا لعيبه كره كده كلنا بنحترم بعض وكلنا عارفين كل واحد عارف اصل انا مربي لعيبه الكره اللي موجودين لا وانا كل لعيب عارف قيمته فكلنا بنحترم بعض وكلنا نخاف على بعض ما نقولش لفظ يأذي او يقلل من قيمته لما بيبقى لعيب صغير ونقول له يا كابتن مصر وبتاع عشان نكبره هو راح مثلا انا كنت كابتن منتخب مصر كام سنه لكن ما قالوا لي كده انا بالنسبه لي يعني دي من اكبر الاهانات اللي شفتها في حياتي يعني طب انتوا اصلا مش بتوع كوره وما لعبتوش كوره واصلا على التاريخ كله يمكن ما شفناش حد رئيس اتحاد كوره كان لعيب كوره ما افتكرش حد ما نفتكرش ما افتكرش حد يعني اللي كان لعيب كوره طب انت بتدور على التطور وعلى الافكار وعن انت تبقى فريق عندك في منتخب قوي وعندك مستقبل قوي للعيبه الصغيرين وبتختار المدرب وتختار المعد وبتختار الدكاتره اللي موجوده وبتوع التغذيه بتوع الامراض النفسيه كل الحاجات دي انت بتختارها عشان تختارها لازم تكون انت مارست المساحه دي او الشريحه دي من العمل الاداري صح انا شايف ان هو كابتن فاروق انت فكرت او ممكن تفكر تخش انتخابات اتحاد الكوره كرئيس لا على طول ما فكرتش دلوقتي حد انت بتهين نفسك بهين نفسي انا بكلمك وانا مسؤول على الكلام لعيب الكوره هو نجم في واحد تاني معاه فلوس فهتلاقي الناس يعني او ناس يعني ناس كتير قوي ممكن تتكلم وتبقى مع الراجل اللي هو رجل اعمال ورجل اعمال اصلا ما يعرفش الكوره ممكن ما يعرفش كم واحد في الملعب ما يعرفش لكن احنا عايزين ناخد الطريق الصح وانا يمكن انا عجبني في الدكتور اشرف الدكتور اشرف رغم ان مثلا انا بختلف معاه لكن بقعد اتكلم معاه
افكاري يعني بالنسبه له يعني. طيب اتحاد الكره السؤال تاني، هل اتحاد الكره الناس اللي بتخش او بتخش الانتخابات داخل اتحاد الكره لعمل تطوعي؟ مش عارف حضرتك فاهم سؤالي ولا لا؟ لعمل تطوعي ولا افاده؟ بالظبط كده. ما اعتقدش اتحاد الكوره فيه افادات جامده الا في السفريات بس. بس ما اعتقدش ان في حد بياخد فلوس، لا 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 اعتقد يعني. اعتقد ان هم ممكن عشان سفريات بيشوف العالم، ما بيصرفش حاجه، بياخد بوكت ماني، بياكل كويس، بيشرب كويس، بيتفسح. هو دي وجهه نظري بجد. بس اصلا انا برضو بشوف ناس في اتحاد الكوره، لا ما هو برضه يا كابتن فرقه بس عشان عائلها انا كمان، ان معظم الناس اللي بتخش اتحاد الكوره معظمهم مش كلهم ناس مقتدره تقدر بكره تروح مسافره عامله يورو تريب كده. ده رجال اعمال ودولت رجال الاعمال، لكن انا ما اقدرش اجيب مثلا دكتور واخلي الدكتور هو دكتور مثلا الاسنان او دكتور وبعد شويه اقول له انت بقيت مهندس. ان دي مش هتاخد منه منتج، ان مش دي شغلته. لكن ما بتيجي تقيم واحد تاني ده اشتغل وشيء وعرف المستوى اللي خلاه اللي رفعه، يتعامل مع اللعيبه ازاي، اما بتكسب بتتعامل مع اللعيبه ازاي، اما بتخسر بتتعامل مع اللعيبه ازاي، اما بتقف في الاعلام وبتتحدث في الاعلام بتقدر تتحدث بطريقه بتدي للناس الامل. لكن انا اهرب من تقول لك النهارده الاعلامي او المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكوره او اي نادي تلاقيه بيطلع بيتكلم كلام مخالف للواقع. تاني حاجة ان هو ما عندوش الداتا اللي هيتكلم منها، من خلالها هيطلع عايز الارقام اللي هيتكلم فيها والاسباب والحاجات دي. انا شايف ان من وجهة نظري اتحاد الكورة لازم على الاقل 70-80% منه لازم يكونوا لاعبين الكورة، مش في الكورة بس، وفي كل الالعاب. كل الالعاب؟ كل الالعاب. تقصد الاتحاد يعني بتاع كرة اليد محتاج يبقى لعيبة كرة اليد؟ لازم. 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 تمام. انا افتكر دلوقتي ان الكابتن عصام عبد المنعم لعب كوره كحارس مرمى ومسك اتحاد الكوره. كابتن عصام طبعا. وكابتن عصام لما جه انا كنت موجود، كنت بلعب وكابتن عصام موجود. وكنت مدرب المنتخب وكابتن عصام موجود. كابتن عصام من شخصيات اللي مش هتتعوض يعني. كابتن عصام كان بيقعد يتكلم، ما بيكلمكش. صح، انت قلت كلمه صح على عصام. كابتن عصام كان يقعد يقول لك انت عايز ايه، عايزين نعمل ايه، قولوا لنا نعمل كويس. ما بيجيش يقول لك احنا هنعمل كذا وهنعمل كذا والمجلس قرر كذا والمجلس قرر. لا لا، مش انت مش بتعلم. انت بتحضر لمستقبل لعبه اولى في العالم. ده دلوقتي بقى اكبر اقتصاد او ثاني اقتصاد في العالم كوره. فانت بتحضر لناس يبقى عندها شخصيه ان هي تدير النظام الكوره ازاي، وتبقى عنده عامل مستقبل للكوره في مصر. يعني هل اتحاد الكوره عامل مستقبل الكوره في مصر؟ اتحاد الكوره دلوقتي كله مشغول بالجدول والالف وب وجيم، وده اللي شغل اتحاد الكوره ولجنه الحكام مش عارفها. وغير بقى كده، غير لجنه الحكام كمان انت عندك مشكله ثانيه. انت رحت عملت فكر جديد. مين العبقري اللي عمل ان الكوره تتلعب يبقى المحترفين والمحترفين بيه ودرجة تانية ودرجة تالتة؟ طب اللي درجة رابعة ده في واحد هيطلع من درجة رابعة للدوري الممتاز؟ لا خلاص بقى. اللي خد بقى أحسن لعيبة في الدوري. لو خدت أحسن لعيبة في الدوري ممكن تعمل كده، لكن أنت ما عندكش أولا نادي أصلا، ما عندكش أجبال. هو ممكن في أوروبا نادي يبقى بيلعب في الدوري الممتاز ودوري المحترفين وهو ما عندوش ملعب؟ ما ينفعش. ما برضك حد يرد علي، يعني حد يرد أيوة. عليا لازم يعني عندك ملعب. ما انت ما عندكش ملعب يعني. مثلا انديه كبيره يعني ومحترمه ما عندهاش ملعب. صح. طب ما انا قبل ما اشتري لعيبه طب ما اشتري ملعب. صحيح. اللي هيتمرن عليه اللعيبه زي البني ادم ما عايش اول حاجه بيعملها ايه؟ وهو معاه فلوس يشتري تربه. اللي هيروحها في الاخر. فلازم ده الواقع اللي احنا نتكلم فيه. لكن انت هتقول مثلا الدوري العام ان السنه الجايه الدوري العام فرق نزلت وفرق طلعت. طيب الفرق اللي هتطلع المنافسه للدرجه السنه الجايه هتنافس من ب لالف. شوف بقى اللعيبه كان بتلعب مع احسن لعيبه ولاعيبه مرشحه للمنتخب، بعدت كل ده. انت فقدت جيل. ولو حد عايز يتكلم معايا يتكلم معايا. تقصد انه التقسيمه اللي هي بتاعت 9 و9 دي 9 ينافسوا و9 يسارعوا على الهبوط. 9 اللي يسارعوا على الهبوط دول خلاص بقى احنا هيتنسوا. ما دي من اخراج مين؟ يعني مين المخرج بتاعها مين؟
عارف يا كابتن فاروق عملت هنا حاجه مش عارف حضرتك تابعتها ولا لا، انا وزمايلي في رقم 10 عملنا جدول للدوري السنه الجايه. جدول دوري طبيعي مش استثنائي، وبالترتيب الماتشات بالتوقفات بكل شيء كل شيء. عملناه بنظام حتى اللي بيتعمل في اوروبا يعني، وقدمناه. خدوا يا جماعه الدوري اهو. قال لك لا لا مش حلو. ليه يا سيدي مش حلو؟ في ضغط مباريات على الفرق. طب ما تضغط مباريات بشكل طبيعي لموسم استثنائي يتعبهم شويه، هنتعب شويه مع بعض كلنا. بس هيبقى عندك اداره ونظام. والموسم هيخلص في شهر 5، هيخلص مع الدوري الانجليزي عادي جدا. ولا دوري استثنائي ولا اي حاجه. الدوري الاستثنائي بقى اللي حضرتك بتتكلم عليه دوت، احنا لسه هنعيش فيه مأساويات كتيره الفتره اللي جايه. مشاكل بقى، انت هتخش كتير. الانديه هتبقى راضيه، والانديه انتوا اللي فرضتوا علينا كده، والنظام ده جاي مش من ناس محترفه. هو ده اللي انا عايز اقوله. يعني ما تشيلش حاجه لانسان مش مهنته. لا، في ناس كتير هنا في مصر، وخصوصا الاكاديميين بجانب لعيبه عندها خبرات. وانت بتتكلم على الاصابات الكتيره عشان انت مش متعود ان كل بتلعب مرتين في الاسبوع. فعندك اصابات كتيره فعامله لك مشاكل، فبتاخد منك فلوس. فالفلوس اللي انت عايز تشتري بيها لعيبه بتروح تصرفها على المصابين، فدي كلها مشاكل انت مش حاسس بيها يعني فعلا. وهي حلقه بتقعد تربط في بعضها كده طول الوقت. بالزبط. انت عندك مشاكل ماسكه في بعض. بالظبط. صحيح. وده اللي لازم تبحثه ولازم تحله. لازم تحله. صحيح. انا مكمل مع اسطوره كره القدم المصريه الكابتن الكبير كابتن فاروق جعفر. هذا الحوار المهم دايما والمفيد جدا مع الكابتن فاروق. بعد الفاصل نواصل، خليكم معنا. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. لسه مشرفني ومنورني اسطوره كره القدم المصريه الكابتن الكبير كابتن فاروق جعفر، والكلام دايما مفيد وكلام دايما مهم. هروح بقى للكوره شويه. انا حبيت اكلم الكابتن فاروق في امور تخص الرياضه بشكل عام، كره القدم بشكل عام. ودايما لما يبقى معانا قيمه كبيره نحاول نروح معاها لمواضيع من هذا النوع نستفيد منها. ببقى فاهم، اكلمكم صراحه يعني، ببقى فاهم ان دي مش المواضيع الترند والحاجات والحركات، بس المهم يا جماعه نستفيد من الناس اللي عندنا، يعني نستفيد من الخبرات، ما نصغرش كل الامور وكل المواضيع عشان يبقى بنطلع بحاجه تفيد كره القدم المصريه، تفيد الرياضه المصريه، تفيد بلدنا بشكل عام يعني. وخير من يفعل ذلك بالتاكيد كابتننا الكبير كابتن فاروق جعفر. ربنا يخليك. بس لازم نروح للكوره. يلا للكوره. السوبر المصري ما بعد السوبر الافريقي، الوضع هيبقى فيه عامل ازاي؟ هل الزمالك يواصل النشوه والجوده والاداء الجيد بعد السوبر الافريقي ويقدم مباريات كبيره في السوبر المصري، ولا يتراجع؟ هل الاهلي يتاثر سلبيا في السوبر المصري بعد السوبر الافريقي، ولا يكون حافز ليه انه يفوز بالبطوله؟ ومش هنسى ابدا بيراميدز وسيراميكا اللي اكيد ليهم نفس الحظوظ. طيب. او على الاقل حظوظ في هذه. طيب انا هقول حاجه كده وجهه نظري. اتفضل يا فندم. الاهلي في المباراه لو قابل الزمالك مش هيبقى هو الاهلي اللي لعب في السوبر الافريقي. وصلتك؟ هيبقى لا انا فهمت، بس عشان كمان المشاهد يفهم. طيب الاهلي لعب مباراه السوبر الافريقي ما كانش احسن حاجه. صح. كويس. صح. ووصلنا لضربات ترجيح والزمالك كسب. صحيح. الزمالك نزل كان عنده عنصرين مهمين. هو طريقه اللعب والروح. صح. طريقه اللعب والروح. ان كل اللعيبه تقعد تقاتل، وده عشان احساس لعيبه نادي الزمالك ان اكتر من 70% من جماهير الكره المصريه مراجعها كفه النادي الاهلي حيث. صحيح. فالنادي الاهلي ما لعب المباراه ما كانش فيه الاهتمام الكبير بالمباراه. وبالتالي الاهلي اللي عمل كده في السوبر الافريقي مش هيعمل كده في السوبر المصري. عليك نور. هو ده الكلام بقى اللي بيتقال للعيبه. يعني لعيبه النادي الاهلي انتوا لازم تعوضوا، انتوا لازم تقاتلوا، لازم تيجي مش عارف ايه، راح منكم ايه والكلام ده كله، وده واجب بيتقال. وكمان لعيبه نادي الزمالك انتوا كسبتوا وشفتوا ما كنتوا رجاله، وشفتوا ما كنتوا وحوش في الملعب، وشفتوا بتقاتلوا ازاي، انتوا كسبتوا. مش هنخرج عن الكلام ده. الاربع خمس عناصر دولت مش هتخرج عنهم، هم دولت الاساس. الاهلي جاهز للمباراه وكمان الزمالك جاهز للمباراه. وانا دايما اقول مباراه الاهلي والزمالك بالورقه والقلم ما فيهاش حاجة اسمها أنا أحسن. يعني أنا أول مرة لعبت مباراة أهلي وزمالك سنة 71، وجت ضربة جزاء
كان بيدربنا الكابتن عبد الرحمن فوزي الله يرحمه. الفرقه في يمين بقى كابتن ياكن، كابتن كان حارس المرمى كان سمير محمد علي، كان مثل موجود كابتن احمد مصطفى، كابتن احمد رفعت الله يرحمه، وكابتن رفاع، لا كابتن ابو رجيله، كل لعيبه نادي وانا كنت صغير. فجت ضربه جزاء، ما يشوف بقى ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك الطريق ازاي طبعا. ولا انت مش بيدك اي حاجه ربنا هو اللي بيفتح لك كل حاجه. فلقيت الكابتن ياكن هو كابتن النادي، راح جاب الكوره ومديها لي، وانا اصغر واحد في الملعب في الفرقتين، راح قال لي، كنت في ثانيه ثانوي، راح مديني الكوره وقال لي ربنا وفقك. رغم الكابتن عبد الرحمن فوزي حاطط كابتن حماده امام رقم واحد، كابتن احمد رفعت رقم اثنين، كابتن فاروق السيد رقم ثلاثة، انا مش فيهم، مش في الثلاثه يعني، انا بره الخدمه في الطب. صحيح. راح كابتن كان خد الكوره وراح مديها لي قال لي ربنا يوفقك. رحت كان الملعب مليان مليان، رحت شط الكوره وجبتها جول. انا طبعا احساسي انا مش متوقع ان في ضربه جزاء جايه، وان في التوقيت ده نادي الزمالك كان الناس بتقول الاعمار السنيه بتاعت نادي الزمالك كبيره، ونادي الزمالك في الفتره دي ما كانش بيكسب النادي الاهلي كتير. فانا كل الكلام ده مش في دماغي خالص، انا في دماغي ازاي البلوه دي، انا اللي هشوط ازاي، ده انا ما بشوطش، مش انا في الناشئين بشوط، لكن في الكبار لا. النادي الاهلي ما بقاش منزعج ان يجي فيه جول. انما كان قبليها بقى السايس وريع، وكان اسامي كباتن دي اسامي كبيره في كانوا بيعملوا نتائج رائع. امام الاهلي يعني امام الزمالك كويسه. رحت شط ضربه جزاء ورجع، انا راجع مش مصدق يعني الحدث ده زي سيناريو اتعمل، وانت الاول كنت متورط فيه، ومن التوريط اللي انا اتورطت فيه لنجم. صح. يعني من جول، من ضربه جزاء. ضربه جزاء انت مش المفترض ان انت اللي تشوطها اصلا خالص، ولا اسمي في الثلاثه، ما فيش اسمي خالص، ولا اتدربت عليه ولا اي حاجه. من واحد مثلا ممكن ما تجيش هدف، خلاص بقى اروح بقعد في البيت بقى يعني. كانت خلاص كل المسيره العظيمه دي لحد ما حضرتك قاعد هنا دي ما كانتش ممكن تحصل خالص، كل حاجه اتعطلت. شوف كل البني ادم ربنا سبحانه وتعالى كاتب لك كل شيء في حياتك سبحان الله، فانت تبقى تحمد ربنا ان هو مهتم بيك وبيوصلك لكل شيء في حياتك. لا وكم حسبه بقى بتحسبها تقول يا انا ايه اللي خليني اخش اشوط ضربه جزاء دي يا رب؟ ما اقدرش اقول لا. ليه اتورط؟ لا انت بقى بتقعد تفكر تقول لا اتورط التوريطه ديت، في الاخر يكون ربنا كاتب لك بيها خير عظيم جدا. بس انا قلت للكابتن حرام عليك، وانا عايز والله انا فاكر، قلت له حرام عليك، قال لي ربنا يوفقك، ورحت شايط الكوره الجول. المهم من حد بقى بيبدا كي جي 1 اللي بقيت في نفس الشهر بقيت رحت المنتخب سبحان الله، يعني على طول رحت على البطوله العربيه في ليبيا. كان في العراق على البطوله العربيه على طول في العراق، وبعدين رحت العراق لعبت، كنت بلعب، كان في ارانات لعيبه احسن مني 100 مره في الملعب يعني، كان في الله يرحمه كابتن ابراهيم الخليل، كابتن ابو العز، كابتن شحته، كابتن الحملاوي، كان مشير عثمان في النادي الاهلي، كان عندنا كان مجموعه من اللعيبه بالكره بالورقه والقلم احسن مني، لكن ربنا فتح لي خط كده امشي فيه بقى، ان انا صحيح اتدرب كويس واقعد اقاتل وابقى رزل في الملعب، وعملت نفس الشخصيه الله. يعني عشان اعمل نفس الشخصيه دي يعني كان زمايلي الكبار او الكباتن بتوع الكبار كانوا بيهاجموني، لكن بسمع كلامهم يعني، ما عنديش ان انا مثلا اتقمص ولا ازعل ولا اروح اشتكي ولا استفيد من كل واحد يقول لي اي حرف او اي كلمه. بالظبط كباتن هم على عندهم الخبره، من هكتسب الخبره من مين؟ صح كباتن بتوعي. صح. ما يقول لي كلمه حتى لو انا مش مقتنع بيها، لا بعد شويه اللي انا بعملها وبعملها غلط فانا هصلح، ارجع بقى للي هو قاله لي قبل كده. بس اللعيبه دلوقتي ما بتعملش كده يا كابتن فاروق، ما بتعتمدش فكره الكباتن. هيلبر سيلف بقى. نعم. كل اللعيبه بقى، كل اللعيبه يعني اللعيبه دلوقتي كل واحد بيفكر في نفسه. صح كده. ودي 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 مفروض ان اللعيبه عشان كتير بيتنقلوا من نادي لنادي الشخصيات بتتغير. اللي بيتدرب في النادي الاهلي هو والزمالك دولت يختلفوا عن الانديه التانيه. وفي لعيبه بتبقى في انديه كويسه جدا، في انديه مش كبيره قوي لكن لعيبه كويسه جدا. يعني مثلا انت اكتشفت لعيبه
اللي هم دلوقتي في الاهلي وفي الزمالك دولت في انديه يعني ما كانتش انديه كبيره لكن لما راحوا الاهلي والزمالك عملوا الشعبيه وبقوا لعيبه دوليين وبقوا لعيبه نوروا الكره المصريه في الفتره الاخيره وبقوا عناصر اساسيه في المنتخب وفي الانديه الاهلي والزمالك وطلع كمان معاهم بيراميدز يعني بيراميدز اللي عنده لعيبه كويسه جدا برضك تشرف عندنا لعيبه ثانيه في السيراميكا لعيبه كويسه جدا في الاتحاد في المصري عندنا دلوقتي كان اول الدوري العام بيبقى فيه مثلا 12 فرقه 12 فرقه بينافسوا بينافسوا دلوقتي خمس فرق بينافسوا وزد داخل معهم يعني هم الخمس ست فرق دولت وبعدين هتلاقي كل الفرق بتهرب من الهبوط ودي انت لازم ما انت لازم بقى تعمل طالما انت اكاديمي وبتاع كوره ولعبت كوره لازم تحط نظام يرتقي بمستوى الاداء الفني والبدني والذهني للعيب. عايز ارجع تاني للسوبر. شايف مين اللي حظوظه اكبر في السوبر المصري؟ طبقا للحاله اللي فيها كل فريق. انا قلت لك الـ الـ الفكر اللي هيشتغل عليه المدرب. بص احسن حاجه تنجح المدرب ان الاداره ما تخشش مع المدرب في الشغل. لو الاداره دخلت مع المدرب في الشغل يعني تبقى الاداره عايزه مثل لو تبقى حاطه احتمالين عشان لو حصل حاجه يبقى المدرب السبب ولو حصل حاجه احنا اللي دعمنا المدرب ووقفنا جنبه والجماهير كانت بتشتمه والسوشيال ميديا بتشتمه والناس بتهاجمه واحنا اللي وقفنا جنبه وهو اللي عمل لا دي مش حقيقه يعني انا مع احترامي لكل المدربين اللاعب هو رقم واحد في الملعب واللي هيقول غير اللي انا بقوله ده بيتكلم غلط ما بيتكلمش في الكوره اللي بيتعب واللي بينفذ واللي بيجيب لك الفوز واللي بيجيب لك الخساره هو اللاعب ده المدرب بينزل يلعب المدرب بيتفرج وعايز يغير عايز يغير طريقه اللعب عايز يغير لعيب ده بتاعته لكن او اداره المباراه لكن اللي بيعمل المجهود وبيقاتل ويبقى بيشتغل عشان النادي بتاعه هو اللعيب وبعدين طب شعبيه الانديه بتطلع منين من الانديه ولا من اللعيبه من اللعيبه صح احنا لازم نبقى واقعيين في الكلام ده ياما ناس شجعوا فرق بعينها او انديه بعينها بسبب لاعب بالظبط بالظبط وفي الاخر اللاعب اول ما بطل يقول لك انا ما بروحش اتفرج كمان دي حقيقه صح يعني دي وده واقع يعني برضك دلوقتي مثلا لظروف معينه مثلا ما تبقاش الجماهير بنفس القوه غير في مباراه المباريات الدوليه او القاريه لكن انت في النهايه شعبيه الانديه جايه من اللعيبه من لعيبه الكوره ما حدش ولا حد يقدر يختلف على شعبيه الانديه يا كابتن فاروق اكيد سمعت التصريح ده واكيد سمعت كمان او تابعت معاه كثير من اثاره الجدل يعني الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر تتفق ام تختلف انا يعني عايز اقول ان دي فرحه زملكاويه يعني فرحه زملكاويه يعني بقالنا فتره كان الزمالك في البطولات ما كانش مش مقدم احسن حاجه الفرحه كانت قويه جدا ليه ان كان قبليها ما فيش نغمه في الشارع المصري ان الاهلي هيكسب الزمالك 3-4-1 قال لا طب والزمالك مسافر ليه طب الزمالك مسافر عشان يتغلب يعني النغمه دي خلت الزملكاوي ينفعل ويبقى رد فعله هو اللي بيقوله ده يعني هو اللي بيقوله ده لكن برضك انا عايز اقول حاجه اتفضل زي ما بنفكر النادي الاهلي كبير النادي الاهلي كبير النادي الاهلي عنده شعبيه كبيره الاهلي عنده شعبيه كبيره لكن النادي الاهلي في الفتره الاخيره او بعد ما خد الدوري هتلاقي المستوى الفني بدأ ينزل إن هو كان كل تركيزه فرق اللبناط الكتير قوي في الدوري العام والأهلي قدر يحصل بيراميدز وقدر يعدي بيراميدز وياخد الدوري لكن لما رحت في السوبر أفريقي كان أهلي وزمالك وما فيش صوت يعلى فوق الأهلي وزمالك في كورة أنت رايح وكان الزمالك واخد البطولة يعني الزمالك كان واخد البطولة الكونفدرالية كمان انت رايح والامال اللي بتتكتب وطبعا انا بحيي لعيبه النادي الزمالك ان اللعيبه كانت رجاله واللعيبه الكلام ده ما اثرش فيها واللعيبه كان عندها عارف اللي يقولوا عليه
الغيرة على الفرقة وعلى النادي. يعني عارف اللعيبة الإرادة الإرادة تخليك تعمل أي حاجة. صحيح. حتى في حياتك. صحيح. عندك إرادة وعندك تصميم وعندك تركيز هتنجح. طيب. وده اللي عمله لعيبة نادي الزمالك. فلعيبة نادي الزمالك كانوا رجالة وكانوا في المباراة دي، وبرضك النادي الأهلي قدم، لكن أنا من وجهة نظري إن النادي الأهلي ما حضرش نفسه لمباراة السوبر الإفريقي بشكل كويس، وده اللي خلاه أثر معاه. أعتقد مباراة السوبر اللي جاية لو فيها أهلي وزمالك هنشوف مباراة غير اللي شفناها اللي فاتت. لكن برضك ما ننساش بيراميدز. بيراميدز فريق قوي، فريق منظم، معاه مدرب شاب بيتنطط على الخط، فبدي عارف اللعيبه بتحس حماس وروح. حماس او روح. طيب كابتن فاروق، ليه انا سالتك على موضوع الشعر ده؟ انا عارف ان انت ما بتحبش تروح في الحاجات الجدليه دي، عشان كنت بتكلم مع استاذ المتحدث الرسمي لنادي الزمالك استاذ احمد سالم منذ ايام، وقلت له الشعارات دي بتبقى مهمه في انديه كتيره في العالم، ان هو بيستخدموها في امور تسويقيه وترويجيه وتفاصيل كثيره. هل انت لو رئيس نادي الزمالك او مسؤول في نادي الزمالك تختار شعار ترويجي لنادي الزمالك من اي نوع؟ يعني الشعارات دي مهمه، يعني مثلا الاهلي استفاد من الاهلي فوق الجميع، استفاد من مثلا نادي القرن، الاهلي استفاد واستفاد في سبونسرز ورعاه وتفاصيل من هذا النوع، وما اختلفتش انا مع نادي الزمالك انه يختار لنفسه شعاره، واي ما يكون الشعار براحته نادي الزمالك يختار اللي هو عايزه. بس تختار شعار يبقى عامل ازاي؟ ايه الفكره؟ يعني ايه الكونسبت او التفكير اللي ممكن يمشي بيه نادي الزمالك؟ بص، واحد يكون فكر كويس في الفترة الأخيرة الزمالك، أو في بداية الدوري الزمالك ما كانش أحسن حاجة. مع الوقت الزمالك بدأ يطور الأداء. صح. بيطور الأداء والزمالك بيبقى يكتسح الملعب ويبقى أفضل حاجة في الملعب إما بيكون للاعيبة بتاعته جاهزة. يعني ما تلاقي مثلا زيزو، شلبي، سيف الجزيري، دونجا، عبد الله السعيد، عبد الله، مثلا نتكلم على دونجا، السناري، وناصر ماهر، عمر جابر. اللعيبه دي ما بتضخها معنويات هتديك اللي انت عايزه، وتقول لها ايه، خلصوا المباراه وتكلموا، مثلا ما بتكلموش على المكافاه، يعني بتكلموا لكن انت بعد المباراه المكافاه بتاعتك الحقيقيه. يعني انا بقول لجماهير الزمالك شعار نادي الزمالك احنا بيكم ابطال، يعني باللعيبه. حلوه. احنا بيكم ابطال. مين اللي بيجيب لك البطوله؟ ما مين الفعال؟ ما انا ممكن ابقى عضو مجلس اداره واقعد اتكلم وكل بعض، بس انا ما مش في ايدي حاجه اعملها. ولا هنزل الملعب ولا هلعب ولا لا. لكن اللي بيعملوا كل دولت اللعيبه اللي بيشتغلوا، اللي هم بيصنعوا المكسب، بيصنعوا الاسم الكبير، المستقبل للنادي، وان النادي ده شعبيته كبيره. النادي الزمالك شعبيته كبيره، والنادي الاهلي شعبيته كبيره، ودايما مباراه الاهلي والزمالك هي الفاصل في شعبيه الفرقتين. يعني انا في لما لعبنا كان شعبيه النادي الاهلي قويه جدا. لما لعبنا بدانا مثلا بنتكلم على طه بصري، بتكلم الله يرحمه الكابتن حسن شحاته، بتكلم على عادل مأمور، بتكلم دول صعدوا جيل زودوا من شعبيه نادي الزمالك. وجيل تاني في الناحيه التانيه انت شفت من اول الكابتن صالح سليم. كويس. يعني الناس كانت تتمنى تشوف صالح سليم، يعني ودي حقيقه. يعني مش النادي الاهلي كان فيه كابتن طه اسماعيل، كابتن الاهلي كان فيه رفعت الفناجيلي، كابتن الاهلي كان فيه مثل ابو قده، يعني الحاجات اللي احنا كنا بنسمع عنهم، يعني انا ما حضرتهمش. كابتن مثل ابو قده كان النادي الاهلي عنده لعيبه كويسه، يعني عنده ريع وسايس، وكان عنده لعيبه. النادي الاهلي بدا يتطور من اول السبعينات، يعني كان الاهلي والزمالك في الستينات بينافسوا بعض. من السبعينات الاهلي بدا يفرق، بدا النادي الاهلي يتطور بقى في الاداء. الاداء جابت له الشعبيه. بقت الكره متعه. بقت راحوا ناقلين المباريات من ملعب النادي الاهلي لاستاد القاهره، ونقلوا المباريات من ملعب نادي الزمالك لاستاد القاهره. بدا الكثافه الجماهيريه تبقى كتير، بقت الاهلي والزمالك بيأدوا بشكل في تطور كتير جدا. الاهلي والزمالك لعبوا ريال مدريد، لعبوا الفريق الانجليزي كان اسمه ايه؟ بنفيكا مثلا، توتنهام. بنفيكا وتوتنهام وستهام. طب بعد كده بقى خلاص انت الناس بتجيلك باسم النادي ده وشعبيه النادي. انا نفسي حد يقعد يتكلم الكلام اللي انا بقوله. الكوره في مصر اتطورت ازاي؟ احنا سنه
73 قعدنا لغايه 78، انت لغايه كامب ديفيد انت مش مستريح، ما فيش استقرار. لكن بعد كده الدنيا بقت جميله، الدنيا بقت. لكن انا بقول الفتره دي بقى انت بتتكلم من 2019 الكره اتنقلت نقله ثانيه، الرياضه مش كوره، الرياضه. حتى في مع احترامي يعني الكلمه دي، في غرف اللبس اتغيرت، الحمامات اتغيرت، مش حمامات، الحمامات الداخليه اتغيرت، لبس اللعيبه اتغير، الارض والنجيله اتغيرت، التصوير، الكاميرات، الكاميرات والمدرجات وكل صح. كل الحاجات دي والاحتفاليه قبل المباراه صح. وطريقه دخول اللعيبه الملعب صح. وتكريم اللعيبه، كل حاجه اتغيرت. طب ما احنا برضك لازم نفكر ان احنا كل حاجه اتغيرت، طب ما احنا نغير بقى الاحسن ان احنا نجيب الناس اللي هي شغاله اللي صحاب المهنه دي يبقوا موجودين فيها صح. لسه مكملين مع الكابتن الكبير كابتن فاروق جعفر بعد الفاصل، نواصل هذا الحوار الممتع الشيق، خليكم معنا. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، لسه مشرفني ونورني اسطوره كره القدم المصريه الكابتن الكبير كابتن فاروق جعفر، ولازم اروح معاه لمنتخب مصر. بكره هنلعب مع موريتانيا كابتن فاروق، وان شاء الله لو ربنا كرمنا وباذن الله كسبنا نصعد لكاس الامم الافريقيه. حتى هذه اللحظه تجربه الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم والجهاز المعاون مع منتخب مصر شايفها ازاي؟ يعني انا شايف تجربه ناجحه لحسام، ومش عايزين مدرب المنتخب ده ما نقللش من قيمته، ان ده بيتفرج على 40 50 60 لاعب وبيخليهم ينضموا للمنتخب، بيتكلم معاهم بطريقه، وهو لعيب كوره عايز زي ما كان مدربه بيتعامل معاه، ما كان الكابتن جوري بيتعامل معاه وكان بيضغط على اللعيبه، مش عيب يعني. فانا شايف ان في ضغط على حسام، لا حسام ناجح لغايه دلوقتي، واللي يقول غير كده يبقى لا يعني بالورقه والقلم عمل انجاز. خمس مباريات، يعني خمس مباريات وبيكسب، بيجيب اهداف، ما بيجيبش هدف ولا اتنين، بيكسب بره مصر وجوه مصر. طب انت مطلوب منه ايه يعني؟ مطلوب منه ايه يعني؟ لا اللي مطلوب منه ده او اللي هو بيعمله ده هو المطلوب، فكلنا لازم نقف جنبه، كلنا لازم نسانده. حسام ما تنساش برضه حاجه مهمه جدا، اوعى الناس تنسى ان حسام في مباراه الجزائر هو وصل مصر لكاس العالم. احنا نقفل الصفحه دي ونشوفه في صفحه ثانيه عشان نقعد نضغط عليه ونهاجمه، او انت بتحب لعيبه معينه عايزها في الملعب، وحسام مش ضروري تبقى في موجوده في الملعب التوقيت ده، ما في لعيبه كبيره موجوده مش محتاج لهم في التوقيت ده، محتاج مثلا هو يقف في نص الملعب، مش محتاج مهاجمين كتير، عايز المباراه اللي فاتت بيلعب بخمس مهاجمين، المباراه دي اكيد هيبقى عدد المهاجمين مثلا ثلاثه وثلاثه في نص الملعب واربعه مدافعين عشان يقدر يسيطر. وبيقولوا الملعب ترتان وكده، خلي بالك الترتان، انا يعني انا مش خبير في الارض يعني، الترتان لما بيكون فيه ميه هو بيبقى مؤثر، بيبطئ الكوره. ده اللي اعرفه عن الترتان. لكن ممكن انا وانت متعودين على 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 مكان على كرسي معين، لكن ممكن المستوى الفني او الذهني او البدني او المهاره او طريقه اللعب او احساسي وخبراتي تختلف تخليني ادوس على كل الحاجات دي، اعرف اتعامل بالظبط دي كلها طبعا. طيب عايز اسالك سؤال مهم جدا كابتن فاروق، انت اتعاملت مع الكابتن حسام حسن كتير كمدرب ليه، ليه كابتن كابتن حسام كتير بحسه ضاغط نفسه؟ عشان الضغط الخارجي كان زيك زي الضغط الخارجي اكتر عليك من الضغط الداخلي بتاع اللعيبه، ده هو اللي هيقول ان انا نجحت ولا مش ناجح. الضغط اللي بيحصل مع حسام اليومين دولت اعتقد ان الضغط يعني مش في صالح، ولا في صالح حسام، ولا في صالح الفرقه، ولا في صالح مصر. بس من كام واحد يا كابتن فاروق؟ يعني لو بصيت على الاغلبيه هتلاقي، حتى لو قعدت في اعداد جانبيه مع ناس بره، حتى لو مش على الهواء، هتلاقي معظم الناس بتساند الكابتن حسام حسن. ولازم هو في قليل بيحاول يهدم او يضايق الكابتن حسام او يضايق الجهاز الفني، او ما بيحبش اصلا منتخب مصر، بس دول قليلين. انا حاسس ان كابتن حسام مركز مع القليلين وسايب الكتير قوي اللي بيدعمه. هو بص حسام، يعني انا علاقتي بحسام جيده هو بعد ما بطل انا خدته معايا نادي الترسانه ولعب معانا وخدت معانا نادي المصري وسبته ما مسك فريق المصري، والحاج سيد الله يرحمه قال لي مين اللي مسك المصري؟ قلت له حسام. حسام عنده ميزه مش في اي مدرب، وهي الروح الاراده.
موجوده عند عنده. ممكن الحاجات الفنيه هو بيكتسبها كل شيء، ودلوقتي بدا يطور بشكل كبير. صح. يعرف اختياراته للعيبه، التعامل مع اللعيبه. كان بيقول لا بيزعق اللعيبه، مش معنى دي يزعق اللعيبه ان هو بيجرحها، ده هو ممكن يقول له يعني دوس شويه اعمل شويه، ده بيقول حاجات تخلي اللعيب يبقى فايق ومركز وعايز يحقق اللي عايزه حسام. هو ده المبدا اللي انت تتعامل معه مع حسام. لكن انت مش حاجه كويسه ان انت تهاجم مدرب منتخبك. طب ما انت في واحد بقى مدربين كتير مش ماسكين المنتخب والنتائج بتاعتهم مش افضل حاجه ومحدش بيهاجمهم. لكن حسام ده مصر ابن البلد، لعيب وصل لكاس العالم ولعب في كاس العالم، تاريخه وهو هداف لغايه دلوقتي، هو الهداف الدولي لغايه دلوقتي في تاريخ مصر. طب انت بتهاجمه ليه؟ ده انت تقف جنبه وتسنده وتسنده وتقول له انت اللي حاجب ده وتوصلنا كاس العالم، احنا ان شاء الله هيوصل كاس العالم، ان شاء الله يروح البطوله الافريقيه ويعمل نتيجه كويسه. طالما هو ماشي بالنظام، وكل واحد ليه مدرسه بيشتغل عليها. هو المدرسه بتاعته احسن زي روحه هو وابراهيم، افضل حاجه عندي روحي. صح. ادي روح في الملعب مع المهاره مع التركيز هنجح، وده حسام. يعني حسام كان بيجيب اهداف ما حدش كان يتوقعها، يعني يلعب كره بدماغه وكره مستوى قد كده، ينزل يعملها يشيل الكره ازاي، الكره بتتعمل من وان تاتش يحطها للحارس على اليمين ولا الشمال، او كره الحارس جايه قبله وهو معاه الكوره يشيل له الكوره. حسام بتكلم عليه تاريخ، تاريخ. اما كان مدرب، كان مدرب ناجح مع الانديه. يعني في انديه خدت شعبيه عشان حسام، بقت الناس تروح تتفرج عليه. يعني فانا بقول والمنتخب كمان حسام اسم كبير وتاريخ كبير، لازم نقف معاه ولازم نسنده ولازم نبقى في ظهره. ان شاء الله بكره حسام ان شاء الله هيكسب، ويعني اقول يعني لازم الناس كلها تبقى مع حسام، ولازم الناس تفرح لمصر، ان حسام هو مصر دلوقتي بقى وجه لمصر. احنا مش بنكلمه، مش بيدرب نادي، ده بيدرب لمنتخب مصر. طيب لازم نبقى واقفين جنبه، واقفين جنبه. انا كنت سايب السؤال ده للاخر. قول. سيف فاروق جعفر مهاريا وعلى مستوى الامكانيات الجميع بيتكلم على امكانياته، بس مع الزمالك الفتره الاولى ما خدش فرصه كبيره، او ما قدرش هو يتمسك بفرصه كبيره، مع بيراميدز ما حصلش، مع الزمالك الفتره الاخيره ما حصلش. لا لعب بقى الفتره الاخيره، الفتره دي الاخيره دي بقى قبل ما اقصد ثقه جوزيه جوميز لسه مش واخدها سيف، لدرجه انه في كلام ان هو ممكن يمشي. ده يمشي؟ طب ما هو افضل ليه يمشي. الافضل ليه لو مشوه، يمشوه ما يقولوش يعملوا اعاره، يختار هو النادي اللي عايز يروحه يروحه، يدوا له الاستغناء. انت شايف الافضل ليه انه يبقى ياخد الاستغناء ما يتمش اعارته؟ هو سيف يعني مؤدب، يعني اما بيزعل هو بيزعل، بيتقمص من جواه، مش ما يعملش مشكله، ما بيعملش مشاكل. ما يجيش بقى يحصل ان انت تقول لي سيف انت هتتمرن مع فرقه مع مجموعه، مش هتتمرن مع الراجل، عشان انت ما الفتره اللي ما بتلعبش فيها بتزعل وبتقمص. طب ما اي واحد هيزعل وبتقمص، طب ما انا عايز العب وعايز ابقى نجم، اديني فرصه. انت مش عايز تديني فرصه. تاني حاجه انا بتكلم مع اتكلمت مع احمد سليمان، وكنت بتكلم عشان انت عارف انا ظروفي مع سيف مش احسن حاجه يعني. لكن انا اتكلمت ابني طبعا فانا قلت لاحمد سليمان كلمه، لو انت ابنك اللي موجود في الملعب سيف هتعمل معاه كده؟ الراجل اولا ما بيعملش غير الحاجه اللي بيقولوا له عليه. كويس. سيف السنه اللي فاتت حواريك بس ايه الكلام، عشان انا مش ما بتهمش ولا اي حاجه. سيف السنه اللي فاتت هو ونيمار، السنة اللي قبل اللي فاتت هما اللي جابوا الدوري. الاثنين دولت وأجزالدو فيريرا ويوسف أسامة نبيه. صحيح. الثلاثة وحسام عبد المجيد كمان. صحيح. هما اللي جابوا الدوري. صحيح. ودولت ولاد النادي. صحيح. ودولت كان واحد بياخد مثل كان عواد بياخد 18 مليون و 17 مليون، ودولت بياخدوا 800,000 وهم بيلعبوا. ما اتكلمناش في فلوس ولا يبص الفلوس، انت لازم تثبت وجودك ولعيبه وعايزك تروح المنتخب. كنت بكلمهم هم الاربعه، ويوسف اسامه لعيب كويس جدا، نيمار لعيب كويس جدا، حسام عبد المجيد لعيبه كويسه. اشمعنى سيف اللي بيتضايق في نادي الزمالك؟ يعني ليه بيضايقوا سيف؟
اللي بيضايقه ممكن هم عايزينه يمشي. لو سيف مظلوم انت عارف بتقول لا مظلوم يعني مظلوم ازاي ما بيلعبش؟ طب اخر اربع ماتشات هو انت معنى تجيب عايز تجيب صفقه هل معنى ان الصفقه دي تبقى احسن حاجه؟ طب انت جبت صفقات ما اثرتش مع نادي الزمالك. طب نادي الزمالك ما خدش الدوري ومع الصفقات لا يعني الصفقات ليه بقى ليه سيف مش واخد فرصه في نادي الزمالك؟ ما هو انا بقول الفرصه هل عشان انا مثلا كنت ضد المجلس ده في الانتخابات؟ وارد. هل مثلا هم عايزين يجيبوا صفقات ويلعبوها ويقولوا مشينا ولاد النادي؟ مشوا ولاد النادي يعني ما انت يعني انا حتى عيب ان انا اتكلم كده يعني. يعني هو الافضل هم لا سيف ياخد فرصه اللعب لا سيف يمشي ما يبقاش اعاره يمشي يروح النادي اللي هو عايزه طالما هم مش عايزينه. يعني بيخلوه يتمرن مع اربع ما رضاش يروح يتمرن مع اربع خمس لعيبه ما ينفعش يعني حتى يعني والله الواحد يعني ازعل واتضايق. انا ابن النادي يعني انا من الناس اللي ليها يعني تاريخ مشرف في النادي يعني وابني على يعني مثلا لما كان الكابتن حماده امام موجود وحازم امام في الملعب عشان حماده امام الله يرحمه ده اخويا وحبيبي واستاذي ومعلمي الكابتن حماده هل تبقى رد فعل اي واحد زعل مع حماده امام واختلف مع حماده امام يقدر يقعد ابنه وهو حماده امام عضو مجلس اداره النادي؟ لا او وكيل النادي مستحيل مستحيل. وبعدين انت بتعمل حاجه في منتهى الخطوره انت المسؤولين عن النادي اصلا ما لعبوش كوره يعني ما بتكلم على عبد الواحد بتتكلم على احمد سليمان بتتكلم على حسين السيد الثلاثه دول حراس مرمى ما لعبوش كوره اسمها كره قدم يعني مش كره مش هاند بول ولا كره حارس مرمى يعني اللي بتعمل ده عيب يعني عيب حتى وانا انا اول مره مثلك اقول اجيب مثلا سيره الكابتن حسين لبيب بقول له عيب يعني عيب انت مش رئيس النادي عيب يعني انا بكلمك بامانه اللي بيحصل ما ينفعش يحصل في نادي الزمالك مع سيبك بقى سيبك ان هو ملوش دعوه فاروق جعفر ده لعيب كويس عنده قدرات عنده امكانيات ما تجيبش لعيب مثلا النهارده عنده 22 سنه 23 سنه وهتأدبه وتربيه وبتاع هو مش واخد على كده ولا هيعرف يعمل حاجه كده فالضغط ده انا متهيألي مش حاجه كويسه او اللي بيعمله مش حاجه كويسه والكرسي ده مش باقي لحد يعني لو كان باقي لحد ما كنتوش انتوا جيتوا عشان كده انا يعني انا لو كنت حزين فانا حزين على اسلوب انا يمكن اول امبارح بعت لاحمد سليمان رساله قلت له خلي بالك انا جريء شويه يعني قلت له لو سيف ده ابنك وانا عملت كده هتعمل ايه يعني انا سيف ده ابن احمد سليمان مفهوم وحضرتك اللي عضو مجلس اداره في نادي الزمالك وسيف ما لعبش انا ولا ماليش دعوه انا فاهم وصف حضرتك يعني لو انت ابن الكابتن احمد سليمان موجود في الفرقه وحضرتك اللي موجود في اداره نادي الزمالك وابن كابتن احمد سليمان ما لعبش فانت بتقول له هيبقى موقفك ايه؟ موقفي ايه؟ طب ما انا كنت شغال ثلاث سنين بشتغل مشرف انا كنت المستشار الفني يعني كنت انا كل حاجه كان مرتضى ما بيعملش حاجه غير ما يجي لي حسين لبيب ما بيعملش حاجه غير ما يجي لي سياده اللي هو عماد كان رئيس المجلس ما بيعملش حاجه غير ما يجي لي وانا بقعد مع اللعيبه وانا بقعد اقنع اللعيبه بالتجديد بالحاجات دي كل اللعيبه بعملها زي بعض كل اللعيبه عمري ما جبت سيره سيف ولا عمري عارف سيف انا حصل مشكله كبيره بيني وبين سيف وهي المشكله دي ان سيف راح بيراميدز وانا قلت له ما تسيبش النادي الناس قاعده فاهمه غلط تقول لي انت قلت سيف لا اللي قال كده كذاب ده النادي ده خيره علينا النادي ده هو اللي عملنا يعني عمل كياني وتاريخي واسمي وكل حاجه والعيشه اللي احنا عايشينها والعيشه اللي عايشها سيف النادي ده اللي عملها انا هقول له كده وانا ما اعرفش اي حاجه عن بيراميدز يعني كلام مش منطقي انا مش شايف ان دي حاجه كويسه ودي مش انا شايف ان دي حاجه عيب تتعمل من اداره نادي الزمالك لو اللي كان ليها دخل او الراجل لو كان ليه دخل يبقى الراجل فقير في الكوره فقير في الكوره ما الكوره دي بقى في ارضك فيها المتمكن والنص والنص والغني في الكوره
يبقى فقير في الكوره. كابتن فاروق شرفت ونورت دايما يعني وجودك يزودنا. ربنا يديك الصحه حبيبي يا كريم، انت اخويا وحبيبي وانا مبسوط وانا معاك. يا رب يخليك يا كابتن، ربنا يحفظك حبيبي. ختام حلقتنا النهارده من رقم 10، يا رب تكونوا استمتعتوا معانا، اشوفكم يا رب على الف خير.